بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم. أنا بس عايز أنوه عن حاجة. أنا كنت نزلت assignment. الأسايمنت دي حتة عملية مش ريليتد بالامتحان، بس ريليتد بإنك تفهم وإن أنت تعرف تشتغل إدارة مشروعات بجد. نزلت حتة عن البروجكت تشارتر ديفلوبمنت، بروجكت تشارتر ديفلوبمنت. لا مش هنقدر نبدأ الساعة 7، خلاص الموعد ده بقى ستاندرد، عشان بس اللي بيسألني نبدأ الساعة 7. طيب البروجكت تشارتر ديفلوبمنت دي بروسيس مهمة جدا، والمفروض ان حضرتك تكون يعني بتعرف تعمل الكلام ده. يعني احنا كده خلاص خلصنا الجزء اللي يخليك تعرف تعمل الكلام ده. انا نزلت كيس دي المفروض حضرتك تقراها وتبتدي تعمل بروجكت تشارتر بضوء الاكزامبل اللي موجود عندك، وبضوء التمبلتس اللي موجوده، واللي بتشرح لك كل عنصر. يس ريلاكسين تشارت، الشارم هي الريلاكسين شارم. انا كنت بتكلم على الاساينمنت بتاعت البروجكت تشارتر. الاساينمنت دي ديو السبت الساعه 7 مع الاساينمنت بتاعت بالمناسبه، بس عشان باشمهندس احمد كان في حد اقترح ان احنا نخليها 7 بدل 6، فما فيش مشكله 7 من 6 مش فارقه كتير، فهي تبقى الساعة 7 كل يوم بتاع من كل يوم من أيام المحاضرة. يعني هناخد أسايمنت النهاردة تبقى دو يوم المرة اللي جاية الساعة 7 قبل المحاضرة، تمام؟ طيب أنا زي ما قلت لكم الأسايمنت دي أهميتها في إن هي هتخليك تطمن أنت فهمت إدارة مشروعات كويس ولا لأ؟ فهمت الجزء اللي فات ده كويس ولا لأ؟ مش عارف اللي بيقول نو بيقول نو على إيه؟ الاسايمنت يا جماعه موجوده في المنتدى، انا منزل موضوع في المنتدى اسمه بروجكت تشارتر ديفلوبمنت. بروجكت تشارتر ديفلوبمنت المفروض ان حضرتك تخش في 5 ملفات اتاشمنت. كل ملف طبعا انا شارح موجود فيه ايه بالظبط، ولو عندك اي اسئله بتحطها على نفس الموضوع، وحضرتك المفروض بتعمل الكلام ده وتحطه لي برضو على نفس الموضوع، او بلاش تحطه على الموضوع، ممكن المهندس احمد سمير يخصص ايميل او طريقه معينه لارسال الاساينمنت. يا ريت يا باشمهندس احمد لو سمعنا دلوقتي تخصص الكلام دوت، او تعمل له فورم مثلا للناس تعمل عليه سبميت او ترفع الملف عليه. تمام. طيب هنبتدي بقى دلوقتي عشان نبتدي في المحاضره بتاعتنا. اوكي، احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن نتكلم عن السكوب او البروجكت سكوب مانجمنت. هنتكلم عن بروجكت سكوب مانجمنت. طيب انا هقفل الشات يا جماعه عشان بس اقدر اشتغل بشكل ما فيهوش اي نوع من انواع الديستراكشن. ايه هو البروجكت سكوب مانجمنت؟ ايه هو السكوب اصلا؟ سكوب هو نطاق. طب يعني ايه نطاق؟ قال لك ان انت لما بتيجي تعمل بروجكت، الاعمال اللي انت بتقوم بيها في البروجكت لازم نحط لها زي نطاق او حدود او نعرفها عشان نقدر نشتغل في المشروع بتاعنا، ونبقى عارفين ايه اللي مطلوب مننا بالظبط. السكوب هو ان انت تحدد ايه اللي انا هعمله بالظبط، وايه اللي انا مش هكون مسؤول عنه، ايه اللي هيبقى مطلوب مني في اطار المشروع ده، وايه اللي مش هيكون مطلوب مني. لو جينا بصينا كده للديفينيشن بتاع السكوب، قال لك ايه؟ قال لك includes the processes required to ensure that the project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully. يعني كل الشغل المطلوب وفقط الشغل المطلوب. تاني، كل الشغل المطلوب وفقط الشغل المطلوب. طب ده معناه ايه؟ معناه انك ما تنساش حاجه مطلوبه، ما تحطهاش في حساباتك، وكمان ما تاخدش حاجه اكتر من المطلوب بالنسبه للايه؟ للمشروع ده. يعني انا عشان
اعمل المشروع ده مطلوب مني 1 2 3 4، ما تاخدش حاجه اكتر من 4 ولا حاجه اقل من 4، يعني لا 5 ولا 3. مطلوب منك كمان، يعني في حد ممكن يقول لي طب انا كده مطلوب مني اعرف انا هعمل ايه؟ لا، ده انت مطلوب منك تعرف انت كمان مش هتعمل ايه. ركز، مطلوب منك تعرف ايه اللي مش هتعمله، عشان لازم احيانا تقول انا مش هعمل كذا في اول البروجكت، تقول البروجكت ده مش هيتضمن كذا، فيبقى اللي قدامك عنده فهم ووصل له ان الجزء ده مش تبعك، ومش هيقعد يتوقع مع نفسه انك هتعمل الجزء ده لوحده. يعني انت لو داخل المشروع وعارف ان المشروع ده ليه تبعيات وانت سألت عليها فقالوا لك لا دي مش من ضمنها، او انت سايب الموضوع ما اتكلمتش فيه، لا انت لازم تحدد انت هتكون مسؤول عن ايه ومش هتكون مسؤول عن ايه. انت هتكون مسؤول عن ايه ومش هتكون مسؤول عن ايه. طيب، فاحنا مبدئيا عايزين نحدد ايه معانا وايه مش معانا. What is in or is not in the project، يعني ايه اللي معانا وايه اللي مش معانا. طيب تعالى نشوف عشان نعمل الكلام ده بنعمل ايه. في حتة مهمة هنا اسمها جولد بليتنج. جولد بليتنج ترجمتها وهو الطلاء بالذهب. الطلاء بالذهب، الطلاء بالذهب لما نيجي نبص كده، ان انت مثلا ممكن يكون عندك لو قلنا موبايل مطلي بالذهب زي اللي قدامنا في الصورة، فانت بتحاول تخلي اللي يشوفه يحس ان هو ذهب، بس هو واقع الامر مش ذهب، فانت هنا بتحاول تديله حاجه اعلى من وضعه، بتحاول تحسنه. هو بيعتبر ان حضرتك لما تعمل شغل اكتر من الشغل المطلوب، كما لو كنت بتعمل جولد بليتنج في المشروع بتاعك، كما لو كنت بتعمل جولد بليتنج في المشروع بتاعك. طيب قال لك الجولد بليتنج ده مش مطلوب، احنا المفروض نمنع اي اكسترا وورك. اي اكسترا وورك انت المفروض تدي للعميل اللي طلبه لا اقل ولا اكتر. ما تقولش والله انا من عندي عملت لك كذا، او انت ما كنتش طالب كذا بس احنا عملناه، او مش عارف كان في ايه وايه كذا كذا. طبعا ان انا بكلمك عليه هنا، انا بكلمك عن شغل احترافي، بس احنا الكالتشر عندنا في الوطن العربي وممكن في مصر كمان تحديدا ان الناس بتحب الاكسترا وورك ده، وده طبعا مرتبط بالكالتشر شويه. بس هل احنا نقدر نغير الكالتشر ده مع الوقت؟ هل نقدر نوصل للناس ان الكواليتي بتقتضي ان انا اعمل اللي انت طلبته بس مش اكتر من كده؟ طبعا ايه بقى هي، يعني حد يقول لي طب افرض انا مش مهندس، انا عندي القدره ان انا يعني اعمل الحاجه الزياده دي ومش هيأثر عليا. هقول لك والله ما تدخلش نفسك في ريسك جديد، ما تحطش اوفرلود عليك، ما تحطش التزام عليك، ما تبتديش تعمل حاجه مش مطلوبه منك ممكن بسببها اصلا يحصل لك مشكله، وممكن بسببها انا اتوقع انك كل شويه تديني زياده، وممكن بعد كده لو ما اديتنيش زياده او ما عملتش اي حاجه اكسترا انا هبقى زعلان وهبقى حاسس انك مقصر. وده بالفعل اللي بيحصل اصلا عندنا في مصر، ان الناس بقت بتزعل لما ما يتعملهاش الحاجه الفيفر او الحاجه الاكسترا او الحاجه اللي فوق الشغل. ليه؟ لان العميل بيتعود ان هو ياخد كده، تروح تشتري حاجه مستني دايما ايه حاجه معاها، تروح تتفق مع حد على شغل دايما مستني ان هو يعمل لك حته اضافيه بدون فلوس، تروح تتكلم في اي حاجه. احنا ده كالتشر عندنا. بس خلينا نتكلم ناس بروفيشنال. ناس البروفيشنال ما بيعملوش شغل لا اقل ولا اكتر. ممكن تقول لي ان الناس والله هتقول ان انا مش كريم او ان انا مش بتعامل كويس او ان انا الكلام ده كله، بس الكواليتي بتاعتك في شغلك هتخليك بعد كده انت رقم واحد، هتخلي الناس بتتعامل معاك وعارفه هو ما بيديش شغل زياده، بس عمرك ما تطلع وراه اي حاجه ناقصه. فلو ده بقى البراند بتاعك، ده بقى الايمج بتاعك، دي بقت الريبيتيشن بتاعتك، فساعتها اكيد انت الكسبان. طيب عايزين نتكلم هنا عن تو تيرمز. قال لك ايه؟ قال لك ان انا لو بعمل انا بقدر اقيس البروجكت سكوب كومبليشن فيرسس ايه؟ فيرسس ثلاث حاجات: بروجكت مانجمنت بلان اللي هي خطه اداره المشروع، بروجكت سكوب ستيتمنت دي اللي لسه هنعرفها ان شاء الله النهارده، واسوشيتد ورك بريك داون ستراكشر اللي هو
هيكل تجزئه الاعمال دبليو بي اس، وده برضو هنعرفه النهارده. وبالتالي حضرتك عشان تقدر تعرف السكوب بتاع البروجكت ده تم وتنفذ ولا لا، فانت بتعرف الكلام ده عن طريق انك بتبص في البروجكت مانجمنت بلان، بتبص في البروجكت سكوب ستيتمنت، وبتبص على الاسيشن ورك بريك داون ستراكشر. طيب قال لك ان في تيرم اصلا اسمه بروجكت سكوب، وفي تيرم اصلا اسمه برودكت سكوب. طب ايه هو البروجكت سكوب وهو البرودكت سكوب؟ قال لك ان المفروض ان حضرتك بتعمل البروجكت ده عشان يطلع في النهايه يا اما برودكت يا سيرفيس يا ريزلت، تمام؟ وده اللي احنا كنا بنحطه في الديفينيشن، او كنا بنقوله في الديفينيشن بتاع البروجكت. طيب قال لك ان المفروض ان البرودكت اللي انت هتطلعه في النهايه ليه سكوب مختلف عن السكوب بتاع البروجكت اللي هيطلع البرودكت ده. تاني انا عندي برودكت هيطلع في النهايه، البرودكت ده ليه سكوب، سكوب البرودكت ده عباره عن ايه؟ عباره عن مواصفاته ومتطلباته والدنيا دي كلها. يعني لو انا جاي بتكلم عن ان انا ببني كوبري او برج، لو ببني برج، اقول ان انا اقول ان البرج ده 10 ادوار، ده جزء من السكوب بتاع البرودكت اللي اسمه البرج. كل ان انا اقول ان هيبقى فيه 2 اسانسير، ده جزء من السكوب بتاع البرودكت اللي اسمه البرج. لكن لما اعمل البروجكت بتاع بناء البرج ده، السكوب بتاع البروجكت ده هيبقى فيه ورك غير اللي انا اتكلمت عليه من شويه. مش هكتب في السكوب ان هيبقى فيه 2 اسانسير، لا ده انا هكتب في السكوب انا ازاي هعمل فيه 2 اسانسير. هكتب في السكوب ازاي ابني 12 دور. هكتب في السكوب الاعمال اللازمه عشان اخلي فيه 12 دور. وبالتالي هو في البرودكت سكوب كون يبقى فيه 12 دور، ده ريكوايرمنت، ده متطلب، احد المتطلبات المطلوبه في البرودكت سكوب. بينما لما انا عشان احقق المتطلب ده همر بشويه اعمال، صب خرسانه على بناء طوب على مش عارف ايه على ايه على ايه على ايه، دي كلها بنسميها بروجكت سكوب. ارجو ان اكون وضحت الفرق ما بين البروجكت سكوب والبرودكت سكوب. طيب اللي بعد كده انا عندي هنا التيبل ده احنا شفناه قبل كده وهنفضل نشوفه كل شويه. انا هنا واخد النولج اريا، يعني احنا لو بصينا هنا انا هنا واخد النولج اريا بتاعت السكوب اهي، تمام؟ النولج اريا بتاعت السكوب اللي احنا هندرسها النهارده فيها 6 بروسيسز، 6 بروسيسز، 4 منهم في البلاننج و2 فين؟ في المونيتورنج اند كنترول. طيب انا باكد كل شويه وهفضل افكرك ان في فرق ما بين البروسيس جروبس وما بين ال برودكت لايف سايكل او الستيجز اللي في البرودكت لايف سايكل، which mean ان مش معنى كده ان ممكن تكون حضرتك فاليديت سكوب دي تبقى دايما في الاخر وكنترول سكوب دايما في الاخر وكده، لا ده انت ممكن تكون بتعملهم في الاول مع حاجه بتخلص في الاول وهترجع تعملهم تاني. لو في جزء من السكوب عباره عن دوكيمنت، يعني انت من ضمن الحاجات اللي مطلوب منك تعملها ان في شويه وثائق المفروض تعملها في اول المشروع. فالوثائق دي لو دخلت معاك في السكوب كأحد الأعمال المفروض تعملها، الوثائق دي نفسها هيحصل عليها فاليديشن وهيحصل عليها كنترول لأنها بقت جزء من السكوب، والمفروض إن حضرتك تفاليديت السكوب ده والمفروض إنك تكنترول السكوب ده. وبالتالي أنت ممكن تعمل فاليديت سكوب وكنترول سكوب وأنت لسه أصلاً في الأول وما اشتغلتش أي حاجة، بس لمجرد إن الجزء ده من السكوب اتعمل في الوقت ده ومحتاج يتعمل عليه فاليديت عشان تكمل للي بعده. وبالتالي الترتيب اللي انت ممكن تخيله ان انا انيشيشن بلاننج اكسكيوتنج مونيتور اند كنترول كلوزنج، دي اسمها بروسيس جروبس مش مراحل. طيب انا عندي دلوقتي 6 بروسيسز، 4 في البلاننج و4 فين؟ في المونيتور اند كنترول. طيب سوري و2 في المونيتور اند كنترول. فالاثنين اللي في المونيتور اند كنترول بيتطلب ان يحصل تنفيذ للحاجه اللي انا كنت عامل لها تخطيط في البلاننج عشان اقدر اعمل عليها ايه؟ فاليديت. فهو هنا تسلسل احداث اكثر من ان هو واقع في مرحله معينه في مراحل المشروع. تاني هو تسلسل احداث اكثر من انه واقع في مرحله معينه من مراحل المشروع. طيب انا عندي زي ما احنا شفنا كده ادي هم اهو 6 بروسيسز، بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكوايرمنتس، define scope، create WBS، validate scope، control scope.
تعالوا نشوف البروسيسز دي هنعمل فيها ايه بقى. الاول بس انا عايز اوضح لك هنا حاجه، والحته دي انت كنت هتعرفها كويس قوي او هتعرفها برضو كويس قوي ان شاء الله لما تشتغل في البروجكت تشارتر. البروسيس اللي احنا هنشوفها او البروسيسز اللي احنا هنشوفها دلوقتي يا جماعه مش هي الاساس، ومش هي مش الالتزام بيها بنسبه 100% هو اللي هيحقق لحضرتك اداره مشروع كويسه. كون انك تحول البروسيسز دي لواي اوف ثينكينج، كون انك تحول البروسيسز دي للوجيك حضرتك بتستخدمه في شغلك وفي تفكيرك وفي دنيتك، هو ده اللي هينتج عندك تطور في اداره المشروع، تطور في اداره الامور. تمام؟ وبالتالي حاول دايما تكتسب الواي اوف ثينكينج. الفكره كلها يا جماعه ان اللي بيدخل الامتحان ومتخيل انه في حاجات معينه المفروض يذاكرها فيخش تتسال فيها فيجاوب، ما بيبقاش بنسبه كبيره موافق. بس اللي بيعرف ينقل لنفسه اللوجيك بتاع البي ام اي ويحطه في دماغه ويبتدي يبقى بالنسبه له طريقه تفكير عاديه، ممكن يجي له جزء، ممكن يجي له سؤال في جزء مش مذاكره، بس لو استخدم نفس اللوجيك هيلاقي نفسه بيحل صح. وبالتالي حاول تنقل لنفسك اللوجيك اللي انا بقول لك عليه ده، اللي هو افهم التفكير ماشي ازاي، هما بيفكروا ازاي، عشان تقدر بعد كده تشغل دماغك بنفس الطريقه. طيب فالبروسيسز اللي انا هقولها مش المهم فيها مين بيدخل على مين ومين بيودي على مين، وان كان هو هيسالك في بعض الحاجات دي احيانا ده لا شك فيه، بس لما نيجي نتكلم براكتيكال وايز حضرتك عشان تدير مشروع كويس مش المهم تبقى حافظ البروسيسز حفظ قد ما هم تبقى فاهم يعني ايه، وفاهم ان اصلا منطقي جدا يعني انت مش هتبقى محتاج تحفظ الانبوتس هنا ايه. انت هيبقى المنطق بيقول لك ان انا ما ينفعش اطلع سكوب ستيتمنت من غير ما يكون عندي 1 2 3، لانك بقيت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فنحاول نفهم، نحاول نفهم، مش مهم التكنيك اللي مكتوب هنا دوت ده معناه ايه تحديدا، لان مش مهم حضرتك في الواقع وانت بتشتغل تستخدم ذا سيم تكنيك، ولو جيت تستخدم ذا سيم تكنيك اكيد انت هترجع للريفرنس تشوف التكنيك او تشوف التول دي ماشيين فيها ازاي. ولكن مهم قوي ان حضرتك تفهم طريقه التفكير. اوكي؟ بلان سكوب مانجمنت ذا فيرست بروسيس الايه في السكوب او البروجكت سكوب مانجمنت نوليدج اريا. اي حاجه يا جماعه، وتقريبا كل البروسيسز كل سوري النوليدج ارياز اللي هنعدي عليها بتبدا ببلان كذا، بلان كذا مانجمنت، بلان ستيك هولدرز مانجمنت، بلان ريسك مانجمنت، بلان كوست مانجمنت، بلان سكيدول مانجمنت. فبدايه اي حاجه ان انا اعمل بلان، بدايه اي حاجه ان انا اعمل بلان. لما اجي ابص على البلان ممكن جدا تخش على الانترنت وتبتدي تسيرش فور تمبلتس وتبتدي تشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس ما تخليش كلمه بلان تقيدك في تمبلت معين، وما تخليش السكوب مانجمنت بلان يبقى لازم اشتغل على تمبلت بسكوب مانجمنت بلان. اي بلان في الحياه هتلاقيها ان هي بتجاوب على شويه اسئله، بتجاوب على شويه اسئله. حضرتك لو ركزت في ان الاسئله دي انت تعرف تجاوب عليها هتلاقي ان الامور ماشيه معاك تمام. اي بلان بتجاوب ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ازاي؟ هيحصل امتى؟ هيحصل عن طريق مين؟ ازاي اطمن او اراجع او امونيتور الكلام ده؟ اي بلان هتجاوب على شويه اسئله. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ازاي؟ هيحصل امتى؟ التوقيتات يعني حضرتك لازم اي بلان، مفيش بلان بدون جدول زمني او توقيتات او الكلام ده كله. مين هتبني باصي الادوار والمسؤوليات لكل واحد؟ مين هيعمل ايه؟ تمام؟ مسؤوليه فلانيه مع فلان، مسؤوليه فلانيه مع فلان. اخر حاجه ازاي امونيتور الكلام ده؟ ازاي امونيتور الكلام ده واطمن ان هو تمام وماشي صح. طيب وبالتالي لما اجي اقول لك بلان سكوب مانجمنت ما تقعدش تشغل نفسك بالتفاصيل بتاعت كل عمليه. انا برضو هنا بتكلم، انا ما قلتلكش مش هيسالك في الانبوتس الكلام ده هيسالك فيه، بس حاول تخلي اجابتك نابعه من فهمك للوجيك اللي هو بيفكر بيه، مش نابعه من حفظك. لان انت هتدرس 47 بروسيسز، 47 بروسيسز، وفي بروسيسز في تولز فيها وصلت 13 تول، والانبوتس احيانا بتوصل ل 16 انبوت، والحاجات دي بتتكرر من واحده للتانيه،
سهوله التداخل ما بين البروسيسز دي كلها وبعضها، مش عايز اقول لك حاجات كتيره جدا. طيب انا دلوقتي داخل على بروسيس اسمها بلان سكوب مانجمنت. The process of creating a scope management plan that documents how the project scope will be defined, validated and controlled. يعني ازاي انا اصلا هعرف وهحدد السكوب بتاع البروجكت ده، وازاي هفاليديت، ازاي هتحقق ان السكوب ده فعلا اتنفذ، وازاي اعمل كنترول على اي ديفيشن او اي انحرافات او اي خروج عن السكوب اللي احنا بنتكلم عليه. يعني انت مدي لحد شغل يعمله، وفوجئت بان الحد ده بدا يدخل في حاجه تانية انت ما قلتلوش عليها، ده يعتبر انحراف. حضرتك المفروض تعمل عليه كنترول. طب الكنترول ده هيجي منين اذا كنت بتعمل مونيتور؟ انت لازم تبص على الشغل اللي بيحصل عشان تكتشف الانحرافات اللي بتحصل. لازم يكون عندك معايير قياس. يعني انت النهارده لو ماشي، لو عندك مشروع كبير جدا، لا يمكن تبقى فاكر كل تفصيله ماشيه ازاي، ولكن انت معاك ورق وداخل هنا في المكان ده، انت ايه اللي خلاك تدهن الاوضه دي احمر؟ احنا كنا محددين ليها اورنج، انت ليه دهنتها ريد؟ المفروض من حضرتك تلتزم باللي موجود. طبعا انت لو عديت بدون دوكيومنتس وبدون ما يكون معاك ريفرنس، لا يمكن تفتكر انهي اوضه كانت ايه. خاصة لو انت بتتكلم في دايفرستي عالية، وبتتكلم في اختلافات كتيرة، وبتتكلم في ان كل حاجة ليها مواصفات. وبالتالي حضرتك لازم يكون عندك ريفرنس. الريفرنس ده هجيبه منين بقى؟ لازم اصلا نديفاين السكوب، يعني لازم نقول ايه الاعمال اللي هتحصل. طيب خلينا عايز بس اركز واطمن ان الناس فهمت الفرق ما بين الاعمال والمواصفات او المتطلبات. تمام؟ احنا دلوقتي هنفهم كويس قوي يعني ايه متطلبات ويعني ايه الكلام ده كله. متطلبات يا جماعه اللي هي الحاجه اللي بتيجي اصلا، احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان البروجكت بيكون عنده هدف رئيسي، وممكن يكون في شويه اهداف صغيره. الاهداف دي بطلع منها ريكويرمنتس، بطلع منها ريكويرمنتس. يعني انا لو قلت انا عايز اعمل مشروع لبناء اكبر مول في الشرق الاوسط، حلو قوي، هدف كبير قوي. الهدف بتاع البروجكت نفسه ده البروجكت اوبجكتيف، بناء اكبر مول في الشرق الاوسط. طيب ابتدي امسك كلمه اكبر مول في الشرق الاوسط دي واكسرها، ابتدي اشوف ايه المولز اللي موجوده في الشرق الاوسط ووصلت لحد فين، وازاي اعمل واحد اكبر منهم. طيب عشان اعمل واحد اكبر منهم، المفروض ان انا استخدم كذا واعمل كذا واودي كذا. هبتدي اطلع بقى هنا في الحاله دي ايه؟ نطاق الاعمال. نطاق الاعمال ده ممكن يندرج على شغل ستيل، ممكن يندرج على شغل نجاره، ممكن يندرج على شغل حفر، ممكن يندرج على شغل مش عارف ايه. هل الحفر احد المتطلبات اللي طلبها السبونسر او اللي طلبها الاونر او اللي طلبها الناس في الاول صاحب المشروع؟ لا، مش احد المتطلبات. هو ما قالكش انا عايزك تحفر لي، هو قال لك انا عايزك تبني لي، بس انت عشان تبني له كان لازم تحفر له. يبقى اذا الحفر هنا جزء من البروجكت سكوب، ولكن مش جزء من البروجكت سكوب او الريكويرمنت. اتمنى تكون كلير. طيب هنشوف دلوقتي البروسيس نفسها. البروسيس نفسها احنا قلنا دايما يا جماعه ان احنا عندنا البروسيس بتتبع الكونسبت بتاع انبوتس، وبعدين تولز اند تكنيكس، وبعدين ايه؟ اوتبوتس. طيب انا عندي دلوقتي بروجكت مانجمنت بلان كانبوت. حد هيقول لي هو فين جبنا منين البروجكت مانجمنت بلان اللي هندخلها انبوت؟ هقول لك ان احنا قلنا ان الشرح، ترتيب الشرح حاجه غير ترتيب تنفيذ المشروع. في تنفيذ المشروع الفعلي المفروض يكون عندك فيرست فيرجن اوف بروجكت مانجمنت بلان. يعني انت وانت داخل تعمل بلان سكوب مانجمنت، هيبقى المفروض في فيرست فيرجن اوف بروجكت مانجمنت بلان. فحد هيقول لي طب ما هو كده انا المفروض عشان اعمل بروجكت مانجمنت بلان يكون عندي مش عارف ايه وعندي ايه. هقول له هنرجع هنا تاني نفس الكونسبت بتاع بروجريسيف ايلابوريشن، which means ان ممكن تبقى البروجكت مانجمنت بلان بعد انت ما حضرتك خلصت الشارتر على طول وعملتها، بقت عباره عن صفحه واحده او صفحتين، وتحت كل نولج اريا او تحت كل سيكشن اللي هو سكوب تايم كوست والكلام ده كله سطر واحد. بس بعد شويه بيبتدي كل حاجه يبقى لها صفحه، بعد شويه بيبتدي كل حاجه لها سيكشن. تمام؟ وبالتالي انت هنا بنتعامل مع الانيشال بروجكت مانجمنت بلان اللي هو اول فيرجن من البروجكت مانجمنت بلان المفروض تكون عملتها. هتقول لي طب واحنا كده هناكلها في النص كده؟ يعني معقوله نبقى بندرس اداره مشروعات وتيجي تقول لي بروجكت مانجمنت بلان هتعملها مش عارف ايه؟ هقول لك لا، انك تعمل بروجكت مانجمنت بلان دي ليها بروسيس مستقله بيها، وهنتعلم نعملها ازاي، ولكن هي موجوده في النولج اريا اللي اسمها انتجريشن مانجمنت، ودي هتكون موجوده في الاخر معانا. ودي هتكون موجوده في الاخر معانا. طيب في
احنا عندنا هنا ان شاء الله طبعا يعني البروجكت مانجمنت بلان هندرسها في الانتجريشن، بروجكت انتجريشن مانجمنت. وهرجع اقول لك مهما بدانا، لو جيت قلت لي طب ليه ما بداناش بالانتجريشن مانجمنت، هقول لك برضه هتلاقي ساعتها انبوتس جايه من اوتبوتس بتاعت عمليات ثانيه انت لسه ما عملتهاش، وبالتالي وانت بتدرس مستحيل تلاقي نولج اريا تبدا بيها وتلاقيها هي ماشيه معاك تمام بدون ما تحتاج تبقى اي تكون عملت اي بروسيس قبلها. دايما هتلاقي في حاجه مدخلها على الثانيه. جميل. انت بقى وانت بتنفذ المشروع ده مش السيكونس بتاعك، والكلام ده انا قلته قبل كده، تنفيذ المشروع ده مش السيكونس بتاعه، لا انت بتاخد باصص من هنا على من هنا على من هنا على من هنا، وبتنسى اصلا الترتيب بتاع البي ام بي، وكل اللي بتفتكره ايه السيكونس الصح اللي انا مشيت بيه في مشاريع قبل كده ونفع معايا، مين ثم مين ثم مين ثم مين. خلاص. انا عندي هنا الانبوتس بتاعتي بروجكت مانجمنت بلان، بروجكت تشارتر، المفروض ان ده كان الاوتبوت بتاع اخر عمليه احنا عملناها في السكشن اللي فات اللي هي كانت اسمها ديفلوب بروجكت تشارتر، وان ديفلوب بروجكت تشارتر هي العمليه اللي احنا هناخدها الوحيده من البروجكت انتجريشن مانجمنت، لان دي اصلا ستارتنج اور انيشيشن بروسس جروب بروسس، دي بروسس من الانيشيشن بروسس جروب. طيب وعندنا ايه تاني؟ وعندنا اي اي اف اللي انا قلت لكم هتبقى يا جماعه موجوده معانا على طول، والاو بي اي لكم الاثنين دول هيبقوا موجودين معايا على طول، وانا المره اللي شرحتهم وقلت هم بيعملوا ايه بالظبط. طيب انا عايز اوصل في النهايه لايه؟ انا عايز اوصل في النهايه لايه؟ عايز اوصل لحاجه اسمها سكوب مانجمنت بلان وحاجه اسمها ريكويرمنتس مانجمنت بلان. سكوب مانجمنت بلان وريكويرمنتس مانجمنت بلان اللي هي خطه اداره النطاق وخطه اداره المتطلبات. واحنا قلنا من شويه ايه هي المتطلبات وايه هو النطاق. طب ايه التولز اللي هتستخدمها يا باشمهندس انك تعمل الكلام ده؟ تولز هتكون اكسبرت جادجمنت اللي هي اراء الخبراء وميتينجز. طبعا في النهايه انت لما تقعد تفكر طب ايه التولز دي، انا مش شايف تولز، هي بالفعل مش التولز، مطلوب من حضرتك تستخرج المعلومات، مطلوب من حضرتك تلم بالمواضيع. في النهايه هتستخدم اكسبرت جادجمنت، ميتنج، مكالمه تليفون، اطلاع على اي اوراق مستندات في الاي اي اف او بي اي، في الاطلاع على الشارتر، اطلاع على البروجكت مانجمنت بلان، اي حاجه من الحاجات دي مطلوب منك انك في النهايه تعمل حاجه اسمها سكوب مانجمنت بلان وريكويرمنت مانجمنت بلان. وتاني لما باجي اقول لك طبعا البلانز او المانجمنت بلانز بتختلف في بعض الحاجات، يعني ريكويرمنت مانجمنت بلان هيبقى الفوكس بتاعها ريكويرمنت، سكوب مانجمنت بلان هيبقى الفوكس بتاعه السكوب، ولكن الكونسبت بتاع البلان واحد. اللي احنا قلنا ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ازاي؟ هيحصل امتى؟ هيحصل عن طريق مين؟ وهمونت وكنترول عليه ازاي؟ ده اللي المفروض تقوله اي بلان. طيب. تاني بروسيس عندنا بعد بلان سكوب مانجمنت هي كوليكت ريكوايرمنتس، وهي جمع المتطلبات. وعايز اقول لك ان البروسيس دي من اهم البروسيسز اللي عندك في البروجكت، واللي شغلك فيها الصح او الغلط هيتبني عليه نجاح المشروع. يعني لو اشتغلت غلط او اشتغلت شغل ناقص او عملت كلام من ده، كون ان انت ما قمتش بدورك وما قمتش بالعمليه دي على اكمل وجه، ده ممكن يسبب لك مشاكل رهيبه جدا في البروجكت. تمام؟ احنا مطلوب مننا ان احنا نعرف ونكتب كل اهداف الستيك هولدرز. يعني نجيب الستيك هولدرز دول او نروح نقابلهم او نعمل اي حاجه من الحاجات اللي تخلينا نطلع المعلومه. الستيك هولدر ده ممكن يبقى السبونسر، ممكن يبقى الكاستمر، ممكن يبقى الجيران، ممكن يبقى الحكومه، ممكن يبقى البنك، ممكن يبقى وات ايفر الستيك هولدر ده. طالما ستيك هولدر انا محتاج اعرف ايه الاوبجيكتيف بتاعته من المشروع بتاعي. ممكن اروح للستيك هولدر ويطلع مش عايز حاجه، ممكن يبقى ستيك هولدر كل اللي مطلوب مني هنا قبل ما اعمل عمليه معينه اقول له بس اعمل كذا، او اقول له انا هعمل كذا، او ادي له تقرير معين، او اطلعه على حاجه معينه، او اجيبه يستلم حاجه معينه، او ان هو عايز الحاجه دي تكون مطابقه للمواصفه رقم مش عارف ايه الالمانيه، او انه عايز الحاجه دي تكون مطابقه لتداول اعتبارات الصحه والسلامه مش عارف ايه وهكذا. ففي النهايه الستيك هولدر دي اوبجيكتيف انا محتاج اعرفه، والمفروض الاوبجيكتيف دوت انا احوله لريكويرمنت. يعني لو الاوبجيكتيف ده على سبيل المثال ان انا مثلا ببني عماره تتفق مع معايير الصحه والسلامه المعنيه المحدده من قبل مثلا هيئه المعايير والقياس اللي هي الايزو،
مش طيب انا عايز المكان ده يبقى مطابق للايزو بتاع الصحه والسلامه المهنيه، فاقوم جايب المواصفه دي واشوف هي عايزه ايه، الاقيها بتديني شويه حاجات، الحاجات دي هتبقى بالنسبه لي هي الريكويرمنتس، الحاجات دي هتبقى بالنسبه لي هي الريكويرمنتس. خايف لا يكون بس في مشكله في الصوت وانتم مش عارفين تقولوا لي، افتح بس الشات طمنوني طمنوني الصوت فيه مشكله، ما تسالونيش على اي حاجه صوته بس، يا واحد يا اثنين. ممتاز انا هقفل الشات. بيقول برضو ان احنا محتاجين ان احنا محتاجين نعمل ايه، ان احنا محتاجين ان احنا ننتبه جدا للعمليه دي، لان زي ما انا قلت لكم من شويه بينبني عليها نجاح او فشل المشروع. لو انا نسيت يعني ممكن انسى ستيك هولدر اصلا، ودي تبقى ساعتها عندي مشكله في الايدنتيفاي ستيك هولدر بروسيس، وبالتالي هينتج عنها مشكله في الكولكت ريكويرمنتس. لكن لو انا افتكرت الستيك هولدر بس نسيت اروح اطلب المتطلبات بتاعته او الاوبجيكتيف بتاعته، يبقى انا عندي مشكله هنا في الكولكت ريكويرمنتس، ان انا نسيت انكلود احد الستيك هولدرز واساله انت ايه الاوبجيكتيفز بتاعتك من البروجكت. طيب قال لك الكويرمنتس بيكم ذا فاونديشن اوف ذا دبليو بي اس اللي هو ورك بريك داون ستراكشر، وهشرح لكم يعني ايه ورك بريك داون ستراكشر ما تقلقوش. قال لك كمان ان المرحله دي او الريكويرمنتس دي هي بتكون الاساس في التخطيط للي بعد كده، يعني بدون الريكويرمنتس دي انا ما اعرفش اخطط للكوست ولا للسكيدول ولا للكواليتي، فبناء على الكلام دوت انا بعرف اخطط. فلما اجمع الريكويرمنتس صح هقدر ان انا بعد كده اشتغل في الحاجات ديت وفي البلاننج بتاع الكوست والسكيدول والكواليتي بشكل كويس. دي البروسيس بتاعت كولكت ريكويرمنتس، دي البروسيس بتاعت كولكت ريكويرمنتس. انا بحب دايما اشرح البروسيس من الاخر للاول، يعني ايه من الاخر للاول؟ مش مهم يعني مش مهم، بس قبل ما تسالني او قبل ما اسال نفسي ايه هي الانبوتس المفروض اعرف انا المفروض اطلع بايه. اطلع بحاجه اسمها ريكويرمنتس دوكيومنتيشن، ريكويرمنتس دوكيومنتيشن اللي هي قائمه المتطلبات. المفروض الريكويرمنتس دوكيومنتيشن دي هتنكلود كل المتطلبات اللي المفروض تكون موجوده معايا في البروجكت. وثالث ورابع بقى في فرق بين الريكويرمنتس والسكوب او الورك باكجز او الاعمال بتاعت المشروع. تمام؟ وهنطلع بحاجه اسمها ريكويرمنتس فيزابيلتي ماتريكس. ريكويرمنتس فيزابيلتي ماتريكس اللي هي مصفوفة تتبع المتطلبات. مصفوفة تتبع المتطلبات. مصفوفة تتبع المتطلبات هي عبارة عن ربط أو مصفوفة أو تيبل يربط ما بين المتطلب ده وسببه إيه؟ ليه بقى فيه المتطلب ده؟ ليه الريكوايرمنت ده بقى موجود عندي؟ هل الريكوايرمنت ده موجود عندي عشان الستيك هولدر الفلاني طلبه؟ ولا الريكوايرمنت ده موجود عندي عشان دي أصلا اندستري ستاندرد؟ ولا الريكويرمنت دي موجوده عندي عشان دي الستاندرد بتاعت الدوله اللي انا فيها؟ ولا الريكويرمنت دي موجوده عندي عشان البي ان او دي معايير البي ام او انا لازم اتبعها؟ ليه الريكويرمنت ده موجود؟ مثلا لو احد المعايير بيقول لك انك لازم تسيب مسافه مش عارف قد ايه ما بين كذا وما بين كذا لما تيجي تعمل كذا. طيب ده احد المتطلبات هينشا عنه شغل معين. طيب المتطلب ده بقى موجود عندي ليه؟ عشان ده معيار حطه مين؟ حطه البي ام او ولا ده اندستري ستاندرد ولا ده الستيك هولدر الفلاني اللي طلبه ولا ايه بالظبط؟ فانا هنا ببتدي اربط الريكويرمنت بالاوريجن بتاعه، اصله منين؟ ليه؟ لان وارد ان انا بعد شويه يحصل حاجه في يحصل تشينج معين اكتشف وانا بعمل تتبع للتشينج ده وانا بعمل اجراءاتي في التشينج اكتشف ان التشينج ده هيأثر على أحد المتطلبات، وبالتالي لازم أرجع أشوف هو هيأثر على أنهي أوبجيكتيف أو على أنهي ستيك هولدر. ده اللي هي ريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس. طيب عشان أعمل أطلع الاثنين دول فأنا هاخد إنبوكس معين. الإنبوكس دي عبارة عن إيه؟ سكوب مانجمنت بلان اللي هي خطة إدارة النطاق، ودي إحنا لسه مطلعينها في البروسس اللي فاتت.
ريكوايرمنت مانجمنت بلان، ودي برضو احنا لسه مطلعينها في الباص اللي فاتت، وستيك هولدرز مانجمنت بلان. ايه ده؟ المانجمنت بلان جديد يا باشمهندس، احنا هنجيبها منين في المرحله دي؟ هنرجع تاني ونقول نفس اللي قلناه، ان المفروض اصلا في اللايف بتاع البروجكت تكون عملت الستيك هولدرز مانجمنت بلان في المرحله دي، وانت داخل تعمل كليه ريكوايرمنت المفروض تكون عارف مين الستيك هولدرز بتوعك، وتكون عامل الخطه بتاعه اداره الستيك هولدرز، وبالتالي المفروض تكون موجوده. كون انت دلوقتي وانت بتدرس معايا مش هتبقى واضحه بالنسبه لك، فانت هتتضح بعد كده، مش منطقي او مش مطلوب او مش متوقع ان حضرتك بتدير مشروع في النص واحنا بندرس. المفروض انك بتدرس الكورس كله وبعدين تبتدي تتجه الى اداره المشروع، وبالتالي مش هيسبب لك مشكله دلوقتي انك ما تبقاش عارف الستيك هولدرز مانجمنت بلان بتعمل ازاي، بس انت هتعرفها كمان شويه وهتقدر ساعتها تحطها في مكانها الصح وتشتغل صح. عندنا ايه كمان؟ بروجكت تشارتر، وده احنا مطلعينه في البروسس اللي اسمها ديفلوب بروجكت تشارتر. وعندنا ستيك هولدر ريجستر، وده ستيك هولدر ريجستر ده الاوتبوت بتاع البروسس اللي اسمها ايدنتيفاي ستيك هولدرز، والبروسس دي احد الانيشيشن بروسس جروب، وبرده المفروض تكون عملتها قبل كده. تمام؟ ايه الستيك هولدر ريجستر؟ هو عباره عن قائمه باسماء المعنيين، ومع كل اسم معني طريقه الاتصال، ريفرنس، اهتماماته ايه، عايز ايه، التقرير اللي تحبها تروح له، الحاجات المتعلقه بيه، هل هو بيحتاج يوافق على حاجات ولا لا، كل الحاجات المتعلقه بكل ستيك هولدر. فانا هنا خدتوا بالكم لما كنت بقول لكم ان انا هجمع الاوبجكتيف بتاعت الستيك هولدرز؟ طيب ما انا عشان اجمعها لازم يكون عندي مين؟ مين هم الستيك هولدرز؟ هتقول لي طب ما انا المفروض اعرفهم. اقول لك اه، بس يعني ده في مشروع، والمفروض اصلا المشروع ده كبير، والستيك هولدرز ممكن يكونوا 20 30 40 واحد وياه. فالمفروض حضرتك تحط قدامك الستيك هولدرز وتشوف بتعمل ايه مع كل واحد، وتشوف الاوبجكتيف بتاعته ازاي، وازاي تحقق الريكوايرمنتس بتاعت كل واحد. طيب كده عرفنا الانبوتس او عرفنا الاوتبوتس وعرفنا الانبوتس المفروض تدخل عشان تجيب الاوتبوتس. طيب عندنا بقى شويه تولز اند تكنيكس، انا مش هتكلم فيهم كلهم، في حاجات منها ممكن حضرتك تقراها، بس هديك نبذه كده مختصره عن كل حاجه من الحاجات دي. عندنا الانترفيوز اللي هي المقابلات العاديه خالص، 1 تو 1 ميتنج، تقعد مع اي حد تقول له ايه رايك في كذا، ممكن نعمل كذا، ما نعملش كذا، ايه اهدافك، ايه الدنيا دي. فوكس جروبس ان انت بتجيب مجموعه وتبتدي تحط قدامهم حاجه وتطلب منهم ان هم يعلقوا على الحاجه دي. فاسيليتيتد ورك شوبس، بتجيب الستيك هولدرز تقعدهم كلهم مع بعض وبتبتدي تسمع متطلباتهم وقعدتهم مع بعض تفيدك في ان انت تكنسل احد المتطلبات اللي ممكن يكون واحد طالبها ومش عارف هي ممكن تاثر على التاني ازاي. فلما يقولها التاني يرد عليه فيقول له خلاص يبقى مش عايزين دي، فهتطلع بحاجه فيها اجماع من الستيك هولدرز. وبالمناسبه الفاسيليتيتد ورك شوبس بتساهم في تحسين الاتصال ما بين فريق عمل المشروع وفيدباك والستيك هولدرز، وبتساهم كمان في ان يبقى في نوع من انواع التراست ما بين الناس. انا خلاص قابلتك اتكلمنا مع بعض في الاول، اتفقنا على كل حاجه، فبيكون تراست عند الناس. جروب كريتيفيتي تكنيكس، ودي هنبتدي نشوف ايه هي جروب كريتيفيتي تكنيكس لما كذا حاجه. جروب ديسيشن ميكنج تكنيكس، ان انت بتقعد الناس وتبتدي تطلب منهم ان يتم اتخاذ قرار، بس يبقى القرار دوت مبني على مجموعه من المعايير. يعني زي ما قلت لك انا يعني لو قعدت امسك كل واحده ممكن كل واحده منهم تاخد لها 10 دقائق، فهنضيع فيها وقت كبير جدا. زي ما قلت لك كمان انت مش ملزم باستخدام كل ده، ومش ملزم باستخدام اصلا اي حاجه من الحاجات دي. انت ملزم بانك تطلع ريكويرمنت دوكيومنتيشن او ريكويرمنت تريسابيلتي ماتريكس. يعني ما حدش يقول لي وانا لو طلعت ريكويرمنت دوكيومنتيشن من غير ما اعمل فوكس جروب هبقى كده في حاجه انا غفلتها. لا، انت ما غفلتش حاجه خالص ولا سبت حاجه. مطلوب منك تطلع الاوتبوت ده بغض النظر التولز والتكنيكس اللي استخدمتها، استخدمت اثنين من دول، استخدمت 10، انا هنا بدي لك ارشادات تقدر عن طريقها انك تفهم تعمل ايه. حلو؟ بقول لك ممكن تستخدم التول الفلانيه والتول الفلانيه والتول الفلانيه. انا هدفي الاساسي انك تعمل لي ريكويرمنتس دوكيومنتيشن اللي هي دي، وريكويرمنتس تريسابيلتي ميتريك. فانا احنا قلنا وعندنا بعد كده كويستشنيرز اند سيرفيز، طبعا عارفين كلنا الاستبيانات، اوبزرفيشنز ان انت بتلاحظ بعينك، بتبتدي تشوف مشاريع اخرى، تشوف اي نوع من انواع الملاحظات بعينك، بروتوتايبس اللي هي النماذج الاولانيه اللي انت بتبتدي مثلا، مش بنشوف احيانا في الشركات التصميم وكده ان هو بيقوم عامل ماكيت للبرج، الماكيت ده يعتبر بروتوتايب. تمام؟ لو نموذج اولي، النموذج الاولي انت بتبنيه فبتكتشف شويه حاجات انت المفروض تاخدها في الحسبان في الريكويرمنتس.
بنش ماركينج. بنش ماركينج ان انت تشوف مشروع تاني اتعمل زي ده قبل كده وتبتدي تعمل بنش ماركينج معاه، يعني ايه؟ تقيس نفسك عليه او تشوف انا المفروض بقى بناء على كده اعمل ايه. كونتكست دايجرامز برضه احد التولز ممكن تقراها، دي كانت اناليسيس برضه يعني تحليل كل الوثائق اللي موجوده عندك، ممكن وانت بتبص كده في كل الاوراق اللي موجوده عندك تطلع ريكويرمنتس جديده. انا الهدف بالنسبه لي يا جماعه ان انا اطلع بريكويرمنتس دوكيومنتيشن وريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس. طيب اللي بعده الجروب كريتيفيتي تكنيكس. في حاجه اسمها برين ستورمنج. برين ستورمنج اللي هو العصف الذهني، وده يمكن من اشهر الحاجات اللي الناس كلها عارفاها. انت مجموعه بتقعد ويبتدي يتقال حاجه والتاني يزود عليه وده يقول مش عارف ايه. طبعا بتبقى القعده فيها نوع من انواع عدم التنظيم شويه، بس شطاره المديريتور بتاع القعده دي ان هو يطلع بالمعلومات اللي هو عايزها من القعده بتاعت البرين ستورمنج. نومينال جروب تكنيكس برضه تكنيك تاني بتبتدي تستخدم فيه طرق كده، من ان انت قاعد حد وتبتدي تاخد الكلام اللي يقوله وتستخدمه مع حد تاني وهكذا. دي في تكنيك برضه شبهها ايديا مايند مابنج، زي المايند مابنج اللي احنا كنا عملناه في الشابتر الاولاني او في الجزء الاولاني اللي هو خاص بالبروسيس جروبس والنولج ارياز. تمام، وزي ما قلت لك التكنيك يا جماعه مش هي الديل، مش لو ما عرفش التكنيك ده تطلع مش فاهم. انت ممكن يسالك في سؤال ايه هو الديل في تكنيك؟ انت هنا بتتكلم في الاكزام وانا بكلمك في الاثنين، في الاكزام وفي الشغل العملي. تمام، فانا بكلمك في الاثنين، فانت حضرتك مطلوب منك تقرا الكلام ده كله. في طريقه معينه او حاجه تكنيك معين انت مش فاهمه تعالى اسالني فيها، ما عنديش مشكله. وانا المره على فكره قلت برضو اساله، لو حد عنده سؤال يحطه على المنتدى، تقريبا واحد بس سال او حاجه يعني. طيب الريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس زي ما احنا شايفينها قدامنا كده، اللي هي مصفوفه تتبع المتطلبات، يكون فيها حاجه مثلا ان انا ممكن يبقى الريكويرمنت ده ليه علاقه بالبيزنس نيد، يعني بقى موجود عشان ده البيزنس نيد بيقول ان احنا لازم نعمل كذا، او ليه علاقه بالبروجكت اوبجيكتيف، او ليه علاقه بالسكوب او الدبليو بي اس، او ليه علاقه بالديزاين نفسه، الديزاين بتاع البرودكت اللي انا هطلع بيه في النهايه، او ليه علاقه بالبرودكت ديفلوبمنت. تمام، تطوير البرودكت نفسه اللي احنا شغالين عليه، او ليه علاقه بالتستنج، انا هعمل كده عشان ده خاص بالتستنج. تمام، يعني مثلا احد الاختبارات اللي ممكن تجرى على الخرسانه هي تكسيرها، فانا لو عندي احد المتطلبات بتاعت مكتب الاستشاري اللي هو ياخد لي عينه، خد لي عينه، انا عايز عينه من الخرسانه وانت بتعمل مش عارف ايه، فده له علاقه بالتستنج. different level of requirements requirements details، انا ببقى احيانا عندي مستويات مختلفه من الريكويرمنتس. انا الريكويرمنت دوت ريليتد بالليفل الفلاني، او ريليتد بالاوبجيكتيف، او حاجه ثانيه ريليتد بحاجه اقل من الاوبجيكتيف وهكذا. قال لك الريكويرمنت اتريبيوتس انكلود يونيك اي دي، ديسكريبشن، اونر، فيرجن، ستاتس، كومبليشن ديت، اكسبتنس كريتيريا. انا بعرف الحته دي يا جماعه عشان بس يعني الناس اللي ايه اللي ممكن تكون مش عارفه انا بقرا فين. الريكويرمنت اتريبيوتس انكلود يونيك اي دي، ديسكريبشن، اونر، فيرجن، ستاتس، كومبليشن ديت، اكسبتنس كريتيريا. يعني كل ريكويرمنت انا محتاج احقق لها او اقول الحاجات دي كلها بالنسبه لها، الاي دي والوصف والاونر والفيرجن بتاع الريكويرمنت، وحاله الريكويرمنت خلصت حققت ولا لا، كومبليشن دي اتحققت امتى، اكسبتنس كريتيريا معايير القبول بالنسبه للريكويرمنت دي ايه. طيب ندخل بعد كده على البروسس اللي اسمها ديفاين سكوب. ندخل على البروسس اللي اسمها ديفاين سكوب. The process of developing a detailed description of the project and product. البروسس بتاعت ان انا اطلع وصف تفصيلي للبروجكت وللبرودكت اللي المفروض البروجكت بيتعمل عشان يطلعه. وقال لك لما نكون بنتكلم عن السكوب ده معناها ان انا ممكن اقصد البرودكت سكوب وممكن انا اقصد البروجكت سكوب، ولما اقصد البرودكت سكوب معناها الفيتشرز بتاعت البرودكت سيلف، ولما اقصد البرودكت سكوب معناها الاعمال اللي انا المفروض اعملها عشان احقق البرودكت سكوب. بس البروسيس بتاع ديفاين سكوب هي برضو عايز اطلع في النهايه بايه؟ تعال نشوف الاوتبوتس بتاعتي ايه؟ عايز اطلع ببروجكت سكوب ستيتمنت وبروجكت دوكيمنت ابديتس
هروح اعمل ابديت في مستندات البروجكت. Project Scope Statement هي هنقولها دلوقتي برضو، هنقول دي عبارة عن ايه بالظبط، يعني المفروض يكون شكلها ايه وتحتوي على ايه والكلام ده كله. وهي Project Scope Statement هي بيان نطاق اعمال المشروع، بيان نطاق اعمال المشروع. طب ايه الانبوتس؟ الانبوتس بتاعت سكوب مانجمنت بلان انا طلعتها في اول بروسس، وبروجكت تشارتر اللي هو وثيقه بدء المشروع، وريكويرمنتس دوكيومنتيشن اللي هي قائمه المتطلبات، واو بي اي. او بي اي هي التولز اللي انا بستخدمها هنا، اكسبرت جادجمنت اللي هي اراء الخبراء، برودكت اناليسيس اللي هي تحليل المنتج النهائي اللي انا المفروض اطلعه. يعني انا مثلا لو ببني برج فبعمل اناليسيس للبرج، البرج ده هيبقى عباره عن ايه، في ايه، ده في اعمال خرسانه، ده في اعمال مش عارف ايه، وهكذا. Alternatives Identification اللي هي تحديد البدايل، تحديد البدايل، و Facilitated Workshops اللي احنا شرحناها من شويه. يعني ايه تحديد البدايل؟ لما انا باجي اقول دلوقتي ان انا عندي حاجه معينه عايز اتحقق، فهي ممكن تتحقق بالطريقه دي او بالطريقه دي. يعني انا ممكن ادهن مثلا بطريقه معينه، ممكن ادهن بطريقه ثانيه ما لم يكن متحدد، ممكن ابني سلم بطريقه وممكن ابني بطريقه ثانيه. فانا محتاج احدد الالترناتيفز دي او البدائل بتاعتي عشان بناء عليها ابتدي اشوف انا هعمل ايه. طيب البروجكت سكوب ستيتمنت اللي هي بيان او قائمه اعمال او قائمه نطاق اعمال المشروع. Detailed description of the project scope including major deliverables. اول حاجه بتانكلود ايه؟ ميجر ديليفربل. احنا قلنا ديليفربل كده يعني تسليمه او شيء قابل للتسليم. فالميجر ديليفربلز هي التسليمات الرئيسيه. بروجكت اوبجيكتيفز هي اهداف المشروع. بروجكت اسامبشنز هي افتراضات المشروع. بروجكت كونسترينت اللي هي قيود المشروع. وستيتمنت اوف ورك، فاكرين ستيتمنت اوف ورك دي اللي هي كانت فين؟ اللي هي كانت في الاول خالص، اللي هي بيان المشروع او جمله المشروع. لما انا اقول عايز اعمل مشروع يعمل كذا كذا، عجبني كوبري بطول قد كده مش عارف بايه بايه، دي كان ستيتمنت اوف ورك. طيب البروجكت اسامبشنز اللي هي افتراضات المشروع. انت المفروض ده برضو موجود معانا يا جماعه في الاساينمنت اللي انا مديها لكم، ولو اشتغلتوها هتلاقوا المفروض حاجات زي كده تعملوها. بروجكت اسامبشن اللي هي افتراضات المشروع، ان انت المفروض وانت داخل المشروع بتفترض شويه افتراضات. بتفترض مثلا زي ما قلت لكم قبل كده ان هيحصل تعاون من المكان اللي احنا بنعمل له المشروع ده. مثلا انت بتعمل مشروع في فندق، فانت بتفترض تعاون اداره الفندق. انت هتخطط على ان اداره الفندق هتتعاون معاك. حلو؟ هتقول لي طب ما انا لازم افترض. هقول لك ماشي. هتقول لي لازم افترض ان هم ممكن يتعاونوا او ما يتعاونوش. جميل جدا. في بعض الامور انت بتحطها بالنسبه لك ريسك، وبعض الامور بتحطها بالنسبه لك افتراضات. يعني في امور انت بتبقى فعلا مش متاكد ده هيحصل ولا لا، وفي امور انت واصل لك ان الحاجه دي هتحصل. واصل لك ان الحاجه دي هتحصل. وبالتالي بتقول يا جماعه الخطه اللي هتشوفوها دي مبنيه على فرض ان في تعاون من اداره الفندق. عشان بعد كده لما تيجوا تلاقوا حاجه مشيتش كويس وطلع سببها ان مفيش تعاون، تعرفوا ان ما كانش في مشكله في البلاننج قد ما كان في مشكله ان انا حطيت فرض، وفي مشكله طلعت الفرض ده مش حقيقي. هل بقى انا خدت المعلومه من حد غلط، ولا هل ايه اللي تم؟ ده اللي احنا ممكن نتكلم فيه. الكونسترينت اللي هو القيود، قيود اللي هي الحاجه اللي بتقيد عمل المشروع. انا سبيل المثال مثلا انت ممكن تكون شغال في فندق، والفندق بيلزمك بان انت ما تشتغلش في ساعات معينه. ده كده قيد. انت ممكن تكون بتشتغل في 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 ثلاث في مكان، والمكان ده عنده قيود معينه مثلا فيما يخص النظافه، عنده قيود معينه فيما يخص اعتبارات الصحه. فانت القيود دي بتبقى قيود حضرتك لازم تانكلود الكلام دوت في البروجكت سكوب ستيتمنت. طيب بيقول لك البروجكت سكوب ستيتمنت تعتبر اساس توثيقي لايه؟ اساس توثيقي لاي فيوتشر ديسيجن، اي فيوتشر ديسيجن في البروجكت. يعني انت لو جاي تعمل اي ديسيجن فبترجع تبص في السكوب ستيتمنت والمفروض اللي مكتوب فيها قبل ما تاخد الديسيجن.
كمان confirming or developing a common understanding of project scope among the stakeholders. دي بتفيد بان لما يبقى كل الستيك هولدرز يمسكوا السكوب ستيتمنت دي ويبصوا فيها بقى كلنا عندنا فهم واحد لايه هي الاعمال اللي هتتم في المشروع. عشان ما يبقاش انا ستيك هولدر قاعد متخيل انك هتعمل كذا والتاني متخيل انه هيحصل كذا وهكذا. لا يا جماعه دي السكوب ستيتمنت دي قائمه نطاق اعمال المشروع، تمام؟ مطلوب من حضراتكم ان انتوا تبصوا عليها كويس تطمنوا ان الدنيا تمام وتعرفوا ان احنا كلنا يبقى عندنا فهم لهذا الكلام. قال لك كمان ايه؟ ان هي بتقدر تمكن فريق المشروع من ان هو يعمل تخطيط اكثر تفصيلا. ان هو لما يكون عنده البيانات دي هيقدر يعتمد عليها في ان هو يعمل تخطيط اكثر تفصيلا. Guide the project teams work during project execution. البروجكت سكوب ستيتمنت بتمثل زي دليل او ارشاد لفريق عمل المشروع وهو بينفذ المشروع. يقول لك برضو كده معلومة بس خليها لوقتها لما نوصل لها نقولها لك إن شاء الله. Project Scope Statement المفروض يكون فيها Project Boundaries and Exclusions. Project Boundaries and Exclusions. طيب إيه Project Boundaries and Exclusions؟ هي حدود المشروع وإيه هي الحاجات اللي مش مع المشروع؟ يعني أنت لو افترضت إن المشروع ده أنت بترسم له إطار كده أو حدود وجيت عند حته معينه كده ورحت داخل لجوه كده ورحت طالع تاني فدي حته اكسلودد من المشروع. يعني انت مثلا جيت قلت ايه كان مشروع لحد وقال لك لا معلش شغل السيراميك انا هجيب حد يعمله، فانت كده عملت ايه تشطيب الشقه كامله ما عدا السيراميك. انت الباوندرز بتاعتك هي الشقه كامله، ايه الاكسلوجنز بتاعتك هو السيراميك، يبقى ده الجزء المستثنى معايا. بروجكت سكوب ديسكريبشن ان انت بتبتدي تحط الكاركترستيك بتاعت البرودكت او الريزلت اللي المفروض تطلع في النهايه، وبالتالي بتعمل ديسكرايب لنطاق الاعمال بتاع البرودكت، سوري ديسكرايب للنطاق للمواصفات بتاعت البرودكت. وبرودكت اكسبتنس كريتيريا ايه هي معايير قبول البرودكت، يعني ان انا اجيبه في النهايه لما اخلص البرودكت ده ايه اللي المطلوب يكون متوفر عشان نقدر نعمل عشان تقدر تقبل مني البرودكت ده. والبرودكت ديليفربلز اللي هي التسليمات الرئيسيه، بروجكت كونسترينز اللي هي قيود المشروع، امبوزد مايلستونز اند اور بادجت الاحداث الرئيسيه او النقط الرئيسيه في التسلسل الزمني او في البادجت بتاع البروجكت. يعني انا لو بقول مثلا اعمال النجاره كلها هتكلف معايا 30,000 جنيه واعمال الحداده 30,000 جنيه واعمال مش عارف ايه 30، دي بنسميها مايل ستونز في البادجت. دي مايل ستونز في البادجت. لو انا بتكلم ان انا هكون خلصت الدور الاول بنهايه شهر واحد يبقى دي مايل ستونز في السكيدول. لو اكون خلصت الدور الثاني بنهايه شهر مش عارف ايه اكون ده يعتبر مايل ستون في السكيدول. بروجكت اسامبشنز اللي هي افتراضات المشروع. افتراضات المشروع دي اللي انت برضه احنا كنا لسه بنتكلم عليها من شويه وشرحتها وقلت ان بتفترض تعاون اداره الفندق وهكذا. Initial project organization مين هم اللي هيكونوا موجودين معايا في المشروع ده وصفه كل واحد. يعني ده يعتبر سبونسر، ده project team، ده يعتبر expert، ده يعتبر مش عارف ايه. فده كده بنتكلم Initial project organization. وحاول دايما تفهم لما اجي اقول لك Initial project organization فرق بينها وما بين الاورجنايزيشنز اللي قلناها في الاول اللي هي فانكشنال اورجنايزيشن وميتكس اورجنايزيشن. انا هنا بتكلم الاورجنايزيشن اللي بتكلم عليها في الاول بتكلم على مؤسسه او منظمه، لكن هنا انا بتكلم عن التنظيم الاولي للمشروع. التنظيم الاولي يعني ايه؟ يعني مين هم المتضمنين في المشروع. Initial defined risks اللي هي المخاطر الاوليه المعرفه، المخاطر الاوليه المعرفه، ايه هي المخاطر اللي انت عارفها لحد اللحظه دي؟ لان انت المفروض وانت ماشي بعد شويه بقى لما تظهر لك تفاصيل اكتر ممكن تكتشف ريسكات اكتر. طيب اوردر اوف ماجنتيود كوست استيميت دي حته هنتعلمها ان شاء الله في الكوست مانجمنت، مش عايز بس ادخل لكم ايه تفصيله ممكن تزعجكم دلوقتي، خليها لما نوصل للكوست استيميت او للكوست مانجمنت ونبدا نتكلم عليها. ابروفال ريكويرمنتس اللي هي متطلبات الموافقه، يعني انا عشان توافق على الحاجات دي ايه هي المتطلبات اللي المفروض تتحقق؟ عشان توافق المفروض ده يكون مطابق للمواصفه الفلانيه، عشان توافق على الاستلام لازم هيئه الصحه والسلامه المهنيه تتوافق، عشان مش عارف ايه يحصل كذا، ايه هي بقى متطلبات الموافقه؟ فده كده احنا قلنا ال 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 بروجكت سكوب ستيتمنت.
هندخل في الكريت دبليو بي اس. السلام عليكم، شكرا مهندس احمد. طيب دلوقتي هنتكلم عن كرييت دبليو بي اس اللي هو ورك بريك داون ستراكشر. هنتكلم عن البروسيس بتاع ورك بريك داون ستراكشر، وهنشوف دلوقتي ايه هو الورك بريك داون ستراكشر. طيب زي ما اتعلمنا بناخد من الاخر الاول، شوف ايه هي الاوتبوتس. انا هطلع في الاوتبوتس حاجه اسمها سكوب بيز لاين. سكوب بيز لاين هقوله لك كمان شويه، وهنعمل ابديتس في البروجكت دوكيمنت، وهنعمل ابديت في البروجكت دوكيمنت. وهي الانبوتس اللي هتمكنني من ان انا اطلع بالسكوب بيز لاين. انا بس عايز اقول حاجه هنا يا جماعه مهمه، بيبقى فيه اوتبوت رئيسي وفي شويه حاجات تانيه بعملها كده ايه جنبها. الاوتبوت الرئيسي عندي في الحاله دي هو السكوب بيز لاين، اللي هنعرف دلوقتي ايه هو السكوب بيز لاين. انما لما اعمل بروجكت ديكمنت ابديت دي مش اوتبوت رئيسيه، يعني برضو دي انت مش حاجه لازم تعملها. ونيفر ان انت شغال في الوضع الحقيقي او الفعلي ممكن ما يطلعلكش حاجه تحتاج تعمل بيها ابديتس على كل الدوكيمنتس بتاعت البروجكت. ممكن ما يطلعلكش ابديتس تحتاج تعملها في كل الدوكيمنتس بتاعت البروجكت. تمام؟ وبالتالي انت بتفكر، فكر في ان هو بيقول لك بس اعمل حسابك انك تروح لو عندك ابديتس تحطها. بس ده كل اللي هو عايز يقوله. طيب السكوب بيز لاين عباره عن ايه يا جماعه؟ السكوب بيز لاين عباره عن ثلاث حاجات مع بعض. سكوب ستيتمنت، ورك بريك داون ستراكشر، ورك بريك داون ديكشنري. سكوب ستيتمنت، ورك بريك داون ستراكشر، و ورك بريك داون ستراكشر ديكشنري. طيب احنا هنعرف دلوقتي الورك بريك داون ستراكشر، وخلينا كده نروح نشوفه الاول ونرجع نكمل البروسيس دي عشان نقدر نفهم الدنيا فيها ايه. هنفترض ان انا عندي البروجكت ده، شايفين البروجكت اللي انا بشاور عليه فوق ده؟ ده عندي البروجكت. البروجكت دوت انا هبتدي اقسمه لحاجات اصغر منه. لحاجات اصغر منه. ممكن يبقى البروجكت ده عباره عن مجموعه من الفيزز. ممكن يبقى فيه اكتر من فيز. وممكن ما يكونش فيه فيزز وهو فيز واحد وخلاص، فهيبقى ديليفرابل. وممكن يبقى سب بروجكت. ايه السب بروجكت انت ما قلتلاش عليه؟ سب بروجكت اللي هو يا جماعه زي الفيز بالظبط. مجرد نيمنج تاني للفيز. سب بروجكت هو زي الفيز. طيب ايه القصه؟ قال لك في النهايه لو انت البروجكت بتاعك حته واحده او لو هو فيز، الموضوع مش هيفرق كتير. كل اللي هيفرق ان لو هو البروجكت ده فيز واحد هيبقى تحت البروجكت ده حاجه اسمها الديليفرابل. الديليفرابل اللي هي التسليمه، لو احنا بصينا هنا كده على اللي انا بعمل عليها ماركينج اللي هي ديليفرابل 3 فوق. ديليفرابل 3. ديليفرابل 3 دي نازل منها حاجه اسمها ورك باكج. نازل منها حاجه اسمها ايه؟ ورك باكج اللي هي حزمه الاعمال، او اللي هي يعني جزء كده صغير خالص من الشغل. انا عندي ديليفرابل رئيسيه مثلا اسمها ان انا انهي الخرسانه. طيب الخرسانه دي قعدت اكسر فيها لحد ما وصلت لي، مش الخرسانه اللي بكسر فيها، الديليفرابل اللي اسمها الخرسانه هي اللي بكسر فيها لحد ما وصلت لي ورك باكج صغيره خالص. ممكن تبقى مش ادوار، لا حاجات اصغر من الادوار كمان، واصغر من اصغر من كده. هنعرف دلوقتي تعريف الورك باكج. هي اصغر وحده عمل او اصغر مجموعه عمل تقدري تتحكمي فيها او تقدر تتحكم فيها، وتقدر تعمل لها كوست استيميت، وتقدر تعمل لها تايم استيميت. تمام؟ تقدر تعمل لها كوست استيميت وتقدر تعمل لها تايم استيميت. طيب فانا بمسك المشروع، بمسك المشروع عندي اقسمه للديليفرابلز. ديليفربل 3 دي مجرد اكزامبل ان انا عندي مجموعه من الديليفربلز، وامسك كل ديليفربل اقسمه لورك باكجز، وامسك كل ديليفربل واقسمه لايه؟ لورك باكجز. وممكن الورك باكجز تتقسم لسمولر ورك باكجز. ممكن الورك باكج الواحده تتقسم لسمولر ورك باكجز. طيب تعالوا نبص نمشي مع المسار بتاع فيز 2. فيز 2 شايفين فيز 2؟ انا تحت فيز 2 عندي 3 deliverables. 3
3A deliverables. ولاحظوا ان انا كاتب فوق فيس 2 وكاتب تحت deliverable 2-1 deliverable 2-2 deliverable 2-3 which means ان انا بدات ادي numbering بيعبر عن الليفل بتاع الحاجه دي. فوق كان اسمها deliverable 3 لانها كانت دايركت على طول تحت البروجكت. دي تحت الفيز اللي تحت البروجكت وبالتالي الفيز اخذ نمبر 2 والدليفربل بدات تاخد نمبر ريليتد للفيز. يعني دليفربل 2 1 2 2 2 3. طيب دليفربل 2 2 بقى طلعت منها اثنين دليفربل. دليفربل 2 2 طلعت منها اثنين ايه؟ دليفربل. دليفربل 2 2 1 ودليفربل 2 2 2. دليفربل 2 2 1 ودليفربل 2 2 2. مسكت دليفربل 2 2 1 طلعت منها ثلاثه ورك باكجز. طلعت منها ثلاثه ورك باكجز. ومسكت ورك باكج اللي اسمها 2 2 2 2 اهي اللي انا واقف عليها دي، شايفين دي؟ اهي اللي هي دليفربل. انا عندي دليفربل اسمها 2 2 2 اللي هي ثلاث اتنينات، تحتيها اثنين ورك باكج اسمها 2 2 1 2 2 2 1 و 2 2 2 2 4 اتنينات. الورك باكج اللي هي 4 اتنينات طلعت منها 2 ورك باكج اللي هي 4 اتنينات 1 و 4 اتنينات 2. طيب نفس الكلام بقى لو انا جيت ابص برضو على السب بروجكت الاقي تحتيه 2 ديليفربل. مسكت اللي هي سب بروجكت 4 تحتيه 2 ديليفربل اللي هي 4 1 و 4 2. ومسكت 4 1 طلعت منها 3 ورك باكج 3 ديليفربلز. ومسكت الدليفربل اللي اسمها 412 طلعت منها ثلاثه ورك باكجز. اللي قدامنا ده يا جماعه اسمه ورك بريك داون ستراكشر. طيب ورك بريك داون ستراكشر ترجمته العربي هيكل تجزئه العمل. طيب برضو عملنا ايه؟ المفروض ان حضرتك بتيجي تمسك المشروع بتاعك وتقسمه. هنفترض دلوقتي انا بتكلم عن مشروع تشطيب شقه. بتكلم عن مشروع تشطيب شقه. وانا مستلم الشقه دي على الطوب الاحمر. مستلمها على الطوب الاحمر. طيب انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اجزأ كلمه تشطيب شقه. تشطيب شقه دي اللي هو الايه؟ البروجكت اللي هو ممكن نحطه فين؟ نحطه هنا. خلاص؟ طيب تشطيب الشقه ممكن اطلع كده في اعمال سباكه، اعمال نجاره، اعمال كهرباء، اعمال بلاط، اعمال دهانات وهكذا. انا كده طلعت ايه؟ طلعت مثلا 5 كاتيجوري اللي هي 5 ديليفربلز. اعمال كهرباء، اعمال نجاره، اعمال سباكه، اعمال بلاط، اعمال دهانات. خلاص امسك بعد كده اعمال الدهانات وابتدي اطلع اكسر فيها كمان. اطلع مثلا اعمال معجون، اعمال دهانات مش عارف ايه، اعمال كذا. وامسك المعجون اكسر فيه تاني. طيب انا عندي معجون بتاع، انا عندي شقه كلها اربع اوض. ابتدي بقى اقطع معجون الاوضه الفلانيه، معجون الاوضه دي، معجون الاوضه دي. لو في تكسير اكتر من كده ممكن يفيدني او يخليني اعمل كنترول هكسر. امسك الشغل بتاع النجاره. انا عندي في شغل شباك وفي شغل باب وفي شغل مش عارف ايه. طب شغل الشباك انا عندي هنا 10 شبابيك، ممكن اقسم كل شباك لوحده واخليه ورك باكج؟ اه، عشان تعرف تكنترول عليه وتعرف تعمل له كوست استيميشن وتعرف تعمل له تايم استيميشن. يبقى انت مسكت دلوقتي النجاره طلعت منها سب ديليفربل او اثنين ديليفربل اللي هي ممكن تكون اعمال الشبابيك واعمال الابواب. اعمال الابواب طلعت انت تحت الاعمال الابواب ديت في اربعه ورك باكجز اللي هم ورك باكج لكل باب من الابواب. والباب دوت ممكن يكون فيه شغل غير الباب ده، فالورك باكج دي ليها طبيعه غير الطبيعه دي. يبقى الكنترول والمونيتور هنا والاستيميشن هنا مختلف وهكذا. انا هنا بحاول افهمك يعني ايه تجزأ مشروعك. كل مشروع وليه طبيعته وكل مشروع وليه طبيعه الاعمال اللي فيه. خلاص. طيب انا هنا اتكلم برضو عن حاجه. انا هنا قدامي سامبل من دبليو بي اس بس معمول على شكل، مش معمول على شكل الايه الهيراركي اللي احنا كنا شايفينه ده او الشكل التري اللي احنا كنا شايفينه. لا، معمول تبيلر فورم هنا قدامنا. فقال لك ايه؟ قال لك ان اول ليفل عنده هو ليفل الكونسبت. كونسبت يعني ان هو حط الفكره اصلا بتاعت، هو هنا بيعمل بالمناسبه البروجكت بتاعه انترانت.
البادجت بتاعه انترنت. معلش هستأذنكم يا جماعة، هعمل بس ريفرش عشان في بطء عندي، فالصوت هينقطع وهتوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين لحد ما الريفرش يتم. أرجو إن تكونوا سامعيني كويس. طيب أنا عندي هنا يا جماعة الكونسبت، شايفين الكونسبت ده؟ دي اللي هي الفكرة بتاعت المشروع. ده ليفل، ده الليفل اللي إحنا ممكن نسميه إن ده عندي مين ديليفرابل. طيب اللي في نفس الليفل زيه إيه؟ ويب سايت ديزاين. ويب سايت ديزاين وايه تاني؟ ويب سايت ديفلوبمنت. والرول اوت، الرول اوت اللي هو ان انت تبتدي تنفذ او تمبلمنت الكلام ده، والسبورت ده. فالبروجكت بتاعي عباره عن مين 5 ديليفرابلز، مين 5 ديليفرابلز، كونسبت، ويب سايت ديزاين، ويب سايت ديفلوبمنت، رول اوت، سبورت. تمام. طيب خدنا الورك، خدنا الديليفرابل اللي اسمها كونسبت وكسرناها، كسرناها لمجموعه من الديليفرابل او الورك باكجز، خلينا نسميها ورك باكجز. طيب فين هم ال 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 الحاجات اللي تحت الكونسبت؟ من واحد واحد لحد واحد ستة، من واحد واحد لحد واحد ستة، اللي هي evaluate current systems, define requirements, define specific functionality, define risks and risk management approach, develop project plan, brief web development team. اوكي انا عندي دول السته اللي تحت concept. طب مسكنا الورك باكجز اسمها define requirements وكسرناها لاربعه ورك باكجز اصغر، اللي هي define user requirements, define content requirements, define system requirements, define server owner requirements. تمام. يبقى ده الليفل اللي هو اصغر حاجه خالص. طبعا هو اشتغل مسك كونسبت واشتغل عليها، لكن ممكن نفس الكلام ده يتكرر تحت ويب سايت ديزاين، وممكن يبقى الليفل بتاع التكسير اكتر من اللي احنا واصلين له هنا. احنا هنا عاملين ثلاثه ليفل، كونسبت وبعدين الليفل اللي تحت اللي هو عند ايفالويت والليفل اللي تحت اللي هو عند ديفاين. لا ممكن تيجي في الويب ديزاين وتلاقي ان انت ده معاك اربعه ليفل، خمسه ليفل، وممكن في الديفلوبمنت تلاقي اثنين ليفل بس، وهكذا. ده مجرد سامبل بس كده للورك بريك داون ستراكشر. هنتكلم عن حاجه اسمها ديكومبوزيشن اللي احنا كنا لسه بنعملها حالا. ايه هو الديكومبوزيشن؟ هو انك بتكسر، انا كنت بقول جمله كده يعني بحفظ نفسي بيها الموضوع وبفهم نفسي الدنيا دي، هقولها لكم ممكن تنفع معاكم. كسر في المتكسر لحد ما ينفعش يتكسر. كسر في المتكسر لحد ما ينفعش يتكسر. لحد الليفل اللي هو ما ينفعش فيه يتكسر تاني. والحته دي بنعبر عليها بكلمتين، بيقول لك انت اعمل التكسير لحد ما يكون necessary and sufficient، يعني لحد ما يكون ضروري وكافي. وبالتالي لو جيت فكرت في الكلمتين دول، ضروري يعني اصلا كان المفروض تكسر تاني، ما كانش يعني التكسير ده كان ليه داعي وضروري، ولا ما كانش ليه داعي وكنت ممكن تستنى عند الليفل اللي قبله. وsufficient كافي، يعني هل انت هتكتفي بالتكسير الاخير ده او الورك باكج اللي وصلت لها دي، ولا هتكسر تاني. وبالتالي لازم ان انت تعمله الديكومبوزيشن بتاعك يوصلك لحاجه في النهايه تكون necessary and sufficient، تكون ضروريه وكافيه. طيب قال لك هو planning technique that subdivides the project scope and the project deliverables into smaller more manageable component، الى قطع او مكونات اصغر يسهل او تكون عندك قدره على ادارتها بشكل افضل، تكون تقدر تديرها احسن. Until the project work associated with the accomplishing the project scope and providing the deliverables is defined in sufficient detail to support executing, monitoring and controlling the work. يبقى الهدف اللي انت عشانه بتكسر انك توصل للمرحله او للدرجه اللي تقدر فيها تنفذ وتتحكم في اللي نفذته دوت، وتقدر تعمل عليه مونيتور. طيب قال لك التكسير ده، الديكومبوزيشن ده بيبقى عباره عن خمس خطوات. بيكون عباره عن ايه؟ خمس خطوات. Identify the deliverables and related work. انت تعرف الاول الديليفرابلز بتاعتك وتحددها. Structure and organize the DBS اللي هو انا كنت بكلمك عليه، ان انت تبتدي تحط هتعمل تشتغل ازاي ال DBS. وبدات ان انا اقسم تشطيب الشقه، ان يكون عندي عمل نجاره والكلام ده كله. Decompose the upper WBS level into lower detail. ابتدي كسر الاول
من المين ديليفربل للي تحته. الطبيعي انك تكسر الليفل وبعدين تمسك الليفل ده تكسر في اللي بعده وهكذا، مش شرط كل الليفلز تنتهي عند بعضها زي ما احنا قلنا من شويه. develop and assign identification codes to the WBS عشان ما تتلخبطش، اعمل نظام النمبرنج اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، اعمل نظام النمبرنج اللي كنا بنتكلم عليه من شويه. طيب الورك باكج، الورك باكج قال لك is a deliverable or project work component that the lowest level of each branch of the work breakdown structure، اللي هي بتكون موجوده في اخر فرع، اخر كل فرع من فروع الورك بريك داون ستراكشر. يعني الورك باكج دي اخر حاجه تبقى موجوده ايه تحت. قال لك الورك باكج المفروض بتنكلود سكيدول اكتيفيتيز اند سكيدول مايل ستونز ريكوايرد تو كومبليت ذا ورك باكج ديليفرابل اور بروجكت ورك كومبوننت. يعني المفروض ان الورك باكج دي بتكون مكتوب فيها، او يعني ان شاء الله طبعا احنا لسه ما دخلناش في المرحله دي ندخلها في السكيدول، ولكن المفروض يبقى مكتوب عليها ان الحته دي او الورك باكج دي هتتنفذ امتى، و ايه التايم بتاع التنفيذ بتاعها، والمفروض تبقى موجوده فين في السكيدول. level at which the cost and schedule of the work can be reliably estimated monitored and controlled. الورك باكج عندها بيكون الكلام دوت بيكون الاستيميشن بتاع الكوست ريلايبل وتقدر انك تعتمد عليه. يديك هنا اكزامبل بيقول لك ان مثلا ممكن يبقى الورك باكج الاستيميتد او الاكسبكتد تايم ليها انها تتنفذ في 80 ساعه. ده كده ممكن ده مجرد اكزامبل. ابروكسيميتد تايم اكسبكتد فور ورك باكج، ما تاخدوش ان لازم الورك باكج تبقى 80 ساعه، لا يعني ده مجرد اكزامبل يعني. خلاص؟ طيب benefits of using WBS provide the structure for planning the project. ده اللي بيبقى الهيكل الرئيسي او البناء الرئيسي اللي بتقدر عن طريقه تعمل تخطيط لكل شغل المشروع. هو ده الاساس في انك تخطط للمشروع بتاعك. provides a basis for assigning work to groups and individuals. لما بتعرف ايه هو الشغل اللي هتعمله بالظبط وتبقى عندك الشغل متكسر لحد اصغر ليفل، هتقدر ساعتها تقول الحاجه دي يعملها فلان والحاجه دي مسؤول عنها فلان وهكذا. provides a basis for preparing estimates, calculating costs and measuring the progress of work. عن طريق الورك بريك داون ستراكشر هتقدر ان انت تعمل استيميشن لكل حاجه في البروجكت، بعد كده هتقدر تكالكوليت التكاليف، هتقدر تميجر البروجريس بتاع الورك الى اي مدى انت خلصت شغل. لما تشوف الورك باكج مثلا عندك طلع عندك 2000 ورك باكج خلصت 500، فانت اتليست خلصت 25% من المشروع وهكذا. Clarifies rules and responsibilities of personnel، بتساعدك انك تقدر توضح رول وريسبونسبيلتي بتاع كل واحد في المشروع. Defines the project scope plus provides a mechanism for assessing the impact of proposed changes. طبعا كون ان انت حضرتك عارف دلوقتي ايه الشغل بالظبط اللي هيتعمل، لما بيجي لك اي تشينج بتقدر تعرف التشينج ده هيأثر فين بالظبط عن طريق ان انت والله لو انت بتحسب كده التشينج ده الامباكت بتاعته ورايح فين وجاي منين، فبتقدر تعرف التأثير بتاعه هيتكلف ايه. يعني مثلا لو انت دلوقتي فين تشينج هيلغي 2 باكج ويوجد 7 باكج جديده، فانت بتبتدي تشوف الكوست بتاع الاثنين باكج دول كانوا ايه، وتشوف الكوست بتاع السبع باكج دول كانوا ايه، تطرح الاثنين من بعض عشان تطلع في النهايه مبلغ هتقول ان دي تكلفه التغيير بتاعي. طيب provides data for projecting costs and activities needed for future on future similar projects. ده لما بتعمل ورك بلان ستراكشر بيقدر حد تاني بعدين لو بيعمل المشروع ده، سواء انت بتعمل مشروع مشابه او حد تاني بيعمل مشروع مشابه، يقدر ان هو يستعين بالورك باكجز والاستيميتس اللي حصلت فيه في المشاريع القادمه. طيب ورك بريك داون ستراكشر ديكشنري، ايه هو الورك بريك داون ستراكشر ديكشنري؟ احنا اعتبرنا ان الورك بريك داون ستراكشر بينكلود باكجز از نيمز بس، فالديكشنري هو اللي بيقول لك طبعا اي ديكشنري بيوضح بيقول الحاجه دي معناها ايه او المفروض مقصود بيها ايه. فالورك بريك داون ستراكشر ديكشنري المفروض ان هو بيفهمك كل ورك باكج دي عباره عن ايه، هتتعمل ازاي، مين المسؤول عنها، الدنيا رايحه فين وجايه منين. تمام. فور ايتش دبليو بي اس كومبوننت دبليو بي اس ديكشنري انكلودز ايه، كود اوف اكونت ايدنتيفاير، الكود اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شويه اللي احنا بنستخدمه 2 2 1 2 2 3 وهكذا. ستيتمنت اوف ورك، ستيتمنت اوف ورك مش
الاساسيه بتاعت البروجكت، لا ستيتمنت اوف ورك بتاع الورك باكج دي. يعني كل كومبوننت عندي في الورك بيجام ستراكشر سواء كانت ديليفربل او ورك باكج يكون ليها ستيتمنت اوف ورك خاصه بيها. تمام؟ ريسبونسبل اورجنايزيشن، مين اللي مسؤول عن الورك باكج او الديليفربل دي؟ مين مسؤول ان هو يتابعها وينفذها؟ ليست اوف سكيدول مايل ستونز، انت الورك باكج او الديليفربلز دي هتبقى المايل ستونز اللي هي هتمر بيها ايه بالظبط؟ هتبتدي يحصل كذا ثم كذا ثم كذا. وممكن تتضمن ايه تاني؟ ممكن تتضمن الكونتراكت انفورميشن، ممكن تكون في حته ريليتد بالورك باكج دي او بالديليفربل دي ليها حاجه خاصه في الكونتراكت، فبنذكر ان دي ريليتد بالبند رقم كذا في الكونتراكت. كواليتي ريكويرمنتس، ايه متطلبات الجوده؟ الباكج دي عشان تتعمل بكواليتي محتاجه تتعمل بالشكل الفلاني. وبالتالي متطلبات الجوده بتاعت الورك باكج او الديليفربل دي بتتكتب تكنيكال ريفرنس تو فاسيليتيت برفورمانس اوف ذا ورك. لو ليها اي مرجع فني، يعني مثلا لو انا بحط دلوقتي ورك انستراكشن ان انا اشوف دي مطابقه للمواصفات، فانا بحط المرجع الفني بتاع الكلام دوت كرقم او مواصفه يمكن الرجوع اليها بعد كده. ليست اوف اسوشيتد سكيدول اكتيفيتيز، ليست اوف اسوشيتد سكيدول اكتيفيتيز اللي هي مجموعه الاكتيفيتي اللي انا هبتدي اعملها عشان انفذ الورك باكج. بالمناسبه احنا كنا وصلنا للورك باكج هي اصغر قطعه عمل او اصغر جزء ينفع ان انا اتحكم فيه كده. بعد كده لما ندخل في التايم هنشوف ان الورك باكج دي مش هنقسمها، ولكن بنبتدي نحط لها حاجه جواها اسمها الاكتيفيتيز او الانشطه. ان انا عشان الورك باكج دي انفذها بعمل 1 2 3 4، دي بتبقى اسمها الاكتيفيتيز بتاعت الورك باكج دي. وبالتالي الاكتيفيتيز دايما مرتبطه بالسكيدول، لان هي بتبتدي ترتبط باولويات وازمنه. الريسورسز ريكوايرد، الريسورسز ريكوايرد اللي هي الموارد المطلوبه لتنفيذ ده. يعني انا لو بتكلم دلوقتي عن وصلت الورك باكج اسمها شباك الاوضه الثالثه، دي ورك باكج. طيب دي عشان تتعمل محتاجه ايه؟ محتاجه خشب قد كده، محتاجه نجار قد كده، محتاجه مسامير قد كده، محتاجه غيره قد كده، محتاجه مفصلات قد كده، كل الريسورسز المطلوبه عشان تتعمل. استيميت اوف كوست، التكلفه اللي هتكلفها الباكج دي ايه؟ هبقى مكاتب برده في الدكشنري هيوضح لي التكلفه بتاعت كل باكج. طيب دي الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هو ايه بقى؟ ايه هو السكوب ديز لاين؟ قال لك هو عباره عن الدبليو بي اس اللي احنا قلناه من شويه، والدبليو بي اس ديكشناري، والابروفد سكوب ستيتمنت. الله، طب احنا ايه ابروفد دي؟ قال لك المفروض السكوب ستيتمنت اللي انت طلعتها من البروسس اللي كنا بنتكلم عليها بتاع ديفاين سكوب، تاخد السكوب ستيتمنت دي وتعمل لها ابروف من الشخص المفروض مخول ليه كده. طيب مين اللي هيبقى مخول ليه كده؟ الكلام ده بيبقى مكتوب في التشارتر، ان مين اللي هيعتمد السكوب ستيتمنت؟ مين اللي هيعتمد سكوب ستيتمنت؟ انت طلعت سكوب ستيتمنت ورحت اعتمدتها، عملت دبليو بي اس، عملت دبليو بي اس ديكشناري، تروح حاطط الثلاثه دول كلهم كده مع بعض وتسمي الثلاثه دول سكوب بيز لاين. السكوب بيز لاين ترجمتها هنتكلم بيز لاين يعني خط اساسي، او سكوب بيز لاين خط اساسي للنطاق. فانت ترجمها ان ده النطاق او المواصفه بتاعت النطاق الاساسيه، ده المرجع بتاعي للحاجه اللي انا بقت معتمده بالنسبه لي. دايما لما بقول بيز لاين بتكلم على فكره الاعتماد، ان انا عندي حاجه معتمده ابروفد متوافق عليها، هي دي الريفرنس بتاعي عشان يحصل اي حاجه بعد كده. فلو في اي تشينج فانا هضطر اغير في السكوب ستيتمنت وارجع اخد ابروف على التشينج اللي انا عملته في السكوب ستيتمنت، وبالتالي انا بغير في السكوب بيز لاين. يبقى السكوب بيز لاين عباره عن ايه؟ دبليو بي اس ورك بريك داون ستراكشر، ورك بريك داون ستراكشر ديكشناري، وابروفد سكوب ستيتمنت، ابروفد سكوب ستيتمنت. تمام؟ طيب قبل ما ندخل على بيت سكوب هنرجع نشوف احنا كنا البروسس نفسها بتاعت كريت دبليو بي اس وقفنا فيها وقلنا هنشوف اللي بعدها ونرجع نكمل. احنا دلوقتي عندنا ايه في الاوتبوتس؟ عندنا سكوب بيز لاين، عندنا بروجكت دوكيمنتس ابديت، او ان البروجكت دوكيمنتس ابديت انا بعمل بس ابديت في الوثائق بتاعه المشروع اذا تطلب الامر ذلك. المنتج الاساسي عندي هنا ايه؟ سكوب بيز لاين. ايه هي الانبوتس بتاعتي؟ سكوب مانجمنت بلان، Project Scope Statement، Requirements Documentation، EAF و OBA. ايه هي التك تولز والتكنيكس اللي هستخدمها؟ هستخدم الديكومبوزيشن اللي احنا قايلين عليه اللي هو التكسير،
وقلت لكم جمله مشهوره، كسر فيلم اتكسر لحد ما ينفعش يتكسر تاني. والاكسبرت جادجمنت اللي هي اراء الخبراء، انت بتاخد تجيب النجار يا ريس احنا ممكن نعمل ايه، طب يعني احنا ممكن نقدر نعرف تكلفه الشباك الواحد كام، طب احنا ممكن نقدر نعرف كل شباك هيتكلف كام مفصله، طب كام مسمار، طب كام مش عارف ايه. كل ده انت بتبتدي تاخد راي الاكسبرت في الحته بتاعته دي، وتبتدي تحط الكلام دوت فين؟ في حساباتك وانت بتعمل ال WBS. طيب احنا كده قلنا ال WBS، و WBS يا جماعه يعني لازم تبقوا فاهمينه، ومن اهم الحاجات وبتبني عليه حاجات كتير جدا، ومن اشهر الحاجات اصلا المعروفه جدا 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 في البروجكت مانجمنت، انك لازم تكون بتعرف تعمل WBS، لازم تكون فاهم يعني ايه WBS وتكون بتعرف تعمله. طيب هنخش دلوقتي، احنا كده المفروض لحد هنا كده، لحد الجزء ده كده خلصنا كل ما يمكن ان يطلق عليه ان هي من البروسيس، من البلاننج بروسيس جروب، من البلاننج بروسيس جروب. طيب هتبقى دلوقتي ان احنا نبتدي نخش نشوف اثنين بروسيس تاني المفروض ان هم بيتنفذوا على الشغل اللي حصل. انا دلوقتي قلت ايه الشغل اللي هيحصل، وخططت له ووصفته وعملت كل حاجه عنه، خلاص المفروض ان انا هنفذ بقى الشغل. طب بعد ما انفذ الشغل عايز اتاكد ان هو ده الشغل اللي كان مطلوب، عايز اتحقق ان انا عملت الشغل المطلوب، فبدخل على بروسيس اسمها فاليديت سكوب. فاليديت سكوب يعني تتحقق من السكوب. قال لك البروسيس اوف فورماليزنج اكسبتنس اوف ذا كومبليتد بروجكت ديليفربلز. تمام، يعني هي بص وركز هنا عشان احيانا بيلعب معاك في الالفاظ. فاليديت سكوب هي عمليه انك تاخد موافقه مكتوبه على الدليفربل اللي خلصانه. تمام، عمليه انك تاخد موافقه مكتوبه على الدليفربل اللي خلصانه. طيب في عندنا بروسيس بعد كده اصلا اسمها كواليتي كنترول. ايه الفرق يا باشمهندس ما بين السكوب فاليديشن والكواليتي كنترول؟ الكواليتي كنترول بيعمله الفريق بتاع المشروع نفسه عشان يطمن ان هو عمل الشغل اللي المفروض يتعمل. بيعمله فريق المشروع اوديت، بيعمله فريق المشروع نفسه عشان يطمن، او فريق اداره المشروع وات ايفر، بس حاجه انترنال داخل البروجكت عشان يطمن انه عمل المطلوب يتعمل. السكوب فاليديشن انك تاخد موافقه رسميه على الديليفربل دي. انت دلوقتي مكتوب لك من ضمن الحاجات اللي كانت مكتوبه في الاول ان لازم الاساسات يتوافق عليها من المكتب الاستشاري. فانت خلصت الاساسات وجبت مكتب الاستشاري يبص على الاساسات. لو جبت بص عليها وقال لك كويس ومشي، فانت انبسطت قوي كده، انت كده ما عملتش فاليديت سكوب. انت كده ما عملتش فاليديت سكوب. لازم حضرتك تحصل على فورمال اكسبتنس. فورمال اكسبتنس وات ايفر، يعني مش شرط تكون ورق، ممكن تكون على النت، على الميل، على وسيله مسجله. الراجل ما بيتعاملش مثلا، ممكن يكون انت بتعمل بورد لواحد ما بيقراش ولا بيكتب. خلاص نشوف حاجه فورمال نثبت بيها الاكسبتنس، ان شاء الله تسجيل صوتي، ان شاء الله تصوير كاميرا فيديو، بس في النهايه انا حصل في النهايه فورمال اكسبتنس. تمام، الفرق ما بين السكوب فاليديشن والكواليتي كنترول ان الكواليتي كنترول بيعمله فريق المشروع نفسه عشان يطمن ان هو عمل الشغل المطلوب يتعمل. بعد الكواليتي كنترول بتيجي مرحله السكوب فاليديشن. طب انا خلاص انا كفريق مشروع اطمنت، انا كده جاهز ان انا اخلي الشخص اللي بيوافق يجي يستلم، لان انا اطمنت ان انا عملت كل حاجه. فبيجي المفروض ان انت لو عامل شغلك صح في الكواليتي كنترول، هو كمان يجي ما يلاقيش عنده مشكله. هو كمان يجي ما يلاقيش عنده مشكله ويعمل لك فورمال اكسبت. بس وارد ان انت تكون ما قمتش بدورك صح، او وارد ان يكون في مس كوميونيكيشن في النص سبب ان انت تكون بتشيك حاجات معينه وهو بيتشيك حاجات معينه، وبالتالي واحنا بنعمل فاليديت سكوب هنعمل حساب الحته دي. طيب انا عايز اطلع بايه؟ انا فاليديت سكوب عايز اطلع بايه؟ عايز اطلع باكسبتد ديليفربلز. اطلع باكسبتد deliverables، يعني اطلع بتسليمات مقبوله رسميا، accepted deliverables. طيب قال لك مش يمكن ما يوافقش، طب ولو ما وافقش ايه اللي هيحصل؟ هيضطر يبقى في تغيير هيحصل، يعني هو الراجل جه لقى ان الخرسانه مش مظبوطه، طيب يبقى احنا هنكسر، يبقى في تشينج كده، يبقى احنا لازم نعمل حاجه اسمها تشينج ريكوست. التشينج ريكوست ده بيحصل لما ما يبقاش فيه acceptance، بيحصل لما ما يبقاش فيه اكسبتنس. وكمان بيحصل عندك بقى ان انت يعني المفروض، طبعا احنا قلنا الفرق ما بين ورك بيرفورمانس داتا وورك بيرفورمانس انفورميشن في المحاضره اللي فاتت.
فانت المفروض في الاوتبوتس بيطلع عندك انفورميشن، لان انت بتبقى داخل اصلا بديتا ليست ذات دلاله. من ضمن الحاجات اللي انت بتعملها انت في البروسيس هنا انك بتبتدي تدي الحاجات دي دلاله عشان تطمن ان كل حاجه تمام. يعني الخرسانه خلصت، طيب الخرسانه كانت خلصت مثلا في 3 ايام، طيب 3 ايام دي في حد ذاتها ذات دلاله؟ لا مش ذات دلاله، بس لما اروح اعرف ان كان مكتوب انها المفروض تخلص في 3 ايام وانا خلصتها في 3 ايام، يبقى اذا الانفورميشن هنا ان انا مطابق للمواصفات بتاعت الزمن على الاقل. لما اكون بقول معدل الصلابه بتاع الخرسانه المفروض يبقى كذا، وانا لما جيت دلوقتي قست معدل الصلابه بتاع الخرسانه لقيته 5، طيب 5 دي حلوه ولا وحشه؟ الله اعلم. انا اعرف مين حلوه ولا وحشه لما اقارنها بالريفرنس اللي كان محطوط في الاول. فال5 في حد ذاتها هي الورك بيرفورمانس داتا اللي موجوده عندي هنا في الانبوتس. لما ببتدي اقارنها باللي كان موجود عندي في المخطط واقول ان هي مطابقه او غير مطابقه او في فرق، فبينتج عندي هنا الورك بيرفورمانس انفورميشن، بالاضافه لان انا بعمل ابديت في البروجكت دوكيمنت. طب هي الانبوتس اللي عندي بروجكت مانجمنت بلان وريكويرمنتس دوكيومنتيشن وريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس وفيريفايد ديليفربل. ركز هنا معايا في فيريفايد ديليفربلز وحاول تعرف الفرق، ان ده احيانا موضع اسئله ولخبطه. ايه الفرق ما بين فاليديتد ديليفربل وفيريفايد ديليفربل؟ انا نفسي افتح الشات واسالكم وتقولوا لي، بس انا هقولها لكم عشان برضه تايم سيفنج. خلاص الفيريفايد ديليفربلز هي الاوتبوت بتاعه العمليه اللي اسمها كواليتي كنترول اللي انا لسه قايل لكم عليها من شويه. وبالتالي السيكونس والترتيب بيقول ايه؟ يقول ان حضرتك المفروض انك بتعمل الاول كواليتي كنترول على شغلك. وانس انك لقيت شغلك مظبوط بيطلع عندك حاجه اسمها فيريفايد ديليفربل. فيريفايد ديليفربل يعني ايه؟ يعني تسليمات تم التحقق من انها مطابقه. مين اللي تم التحقق؟ عن طريقه فريق المشروع نفسه. فبيبتدي يباصي الفيريفايد ديليفربلز لمين؟ للشخص اللي المفروض ياكسبت، يعمل فورمال اكسبتنس، تدخل كانبوتس للفاليديت سكوب. يبقى اذا فيريفايد ديليفربل من الكواليتي كنترول بتدخل كانبوت للفاليديت سكوب. خلاص؟ عشان يبتدي يطمن هو كمان ان هي مطابقه للسكوب، فيبتدي يديني اكسبتد على الديليفربل دي او يرجعها لي ويقول لي الفيريفايد ديليفربل بتاعتك دي مش مطابقه للسكوب اللي عندي وهنعمل تشينج ريكوست. اوكي؟ طيب يبقى احنا عندنا بروجكت مانجمنت بلان وريكويرمنتس دوكيومنتيشن وريكويرمنتس تريسيبيليتي ماتريكس وفيريفايد ديليفربل وورك بيرفورمانس داتا. ايه هي الطرق اللي انا بستخدمها عشان اعرف اذا كان السكوب ده فاليديتد ولا لا؟ قال لك الانسبكشن. الانسبكشن ده اللي هو ايه؟ التفتيش او الفحص. انت بتفحص الديليفربل دي، بتفحصها بعينك، بتفحصها بالادوات، بتفحص الحاجات دي عن طريق اوتوميتد تول وات ايفر. في النهايه هيحصل عمليه فحص. عمليه الفحص دي هينتج عنها يا اما اكسبتد يا اما مش اكسبتد وهنعمل تشينج ريكوست. وجروب ديسيشن ميكنج تكنيكس برضو احد التكنيكس اللي انت ممكن تستخدمها. احنا استخدمناها من قبل كده وقلنا عليها استخدمناها قبل كده. فانت بتستخدم التكنيك ده عشان تبتدي تشوف ان يجي اكتر من واحد وياخدوا القرار فيما يخص الدليفربل دي. هل الدليفربل دي مطابقه ولا لا؟ فكلهم يتفقوا انها مطابقه او مش مطابقه. ان ممكن يبقوا في 3 4 5 منهم 2 بيقولوا مطابقه و3 بيقولوا مطابقه. لا معلش اتفقوا وتقبلوها ترفضوها. تمام؟ طيب الانسبكشن، شرح الانسبكشن هو تكنيك فور examining اور measuring تو verify whether any activity, component, product, result اور service conforms تو specified requirements. هو يعني فحص. بتبص بعينك، بتبص زي ما قلت لك باوتوميتد تول، بتقيس بادوات معينه، بتجيب تولز تعملها. يعني مثلا في الخرسانه اللي انا اعرفه ان هو بتاخد حته كده وتروح المعمل تتحلل، ده انسبكشن. تمام؟ ممكن تلاحظ بعينك المجرده، ده انسبكشن. Includes activities to determine whether results conform to requirements. بتبتدي تشوف كل الاكتيفيتي اللي ممكن تعملها عشان تطمن ان الريزلت مطابقه للمتطلبات. النتيجه اللي طلعت مطابقه للمتطلبات اللي كنا حاطينها. Are often called product reviews, audits, and walkthroughs. دي برضو احد المسميات اللي احنا ممكن نسميها العمليات الانسبكشن، ممكن نسميها reviews، ممكن نسميها audits، ممكن نسميها walkthroughs. Purpose two is to specifically identify deficiencies, gaps, and errors against the project documentation. والهدف الأساسي منها إنك تقدر تتعرف على أي عيوب أو فجوات أو
فروق ما بين اللي احنا حاطينه في الاساس كخطه ومخططين له ومعرفينه في الديفاين سكوب وما بين اللي تنفذ على ارض الواقع. The inspection activity should encompass the accuracy, completeness and acceptability of the object under review. يعني الفحص لازم يتضمن ان انت تطمن على دقه المنتج نفسه، هل معمول بالدقه المطلوبه؟ هل هو انتهى تماما؟ يعني انت مثلا جايب حد تقول له والله تعالى شوف انا خلصت الاساسات، وممكن تكون في لسه اعمده ما خلصتش او الاعمده مش عارف ما تمتش. لا، لازم يبقى في كومبليتنس، لازم يبقى في اكسبتابيلتي، يعني الحاجه قابله، الحاجه نفسها مهيئه لانها تتقبل، ان هي جاهزه انها يتوافق عليها تتقبل. طيب اخر بروسس عندنا هي كنترول سكوب. اخر بروسس عندنا هي ايه؟ كنترول سكوب. هي البروسس بتاع ان انا امونيتور الستاتس اوف ذا بروجكت اند برودكت سكوب اند مانجمنت تشينجز تو ذا سكوب ديزاين. احنا من شويه قلنا يا جماعه ان احنا عندنا ايه؟ عندنا ان انا بدخل الفيريفايد ديليفربل، بدخله على العمليه بتاعت فاليديت سكوب. فحاجه من اثنين، يا اكسبت الديليفربل يا ايه؟ يا مش اكسبت الديليفربل. حالته مش اكسبت الديليفربل في تشينج. طب انا عايز اكنترول اصلا السكوب وما يحصلوش خروج عن ولا حيود عن المخطط، وفي نفس الوقت لو حصل تشينج عايز امشيه في بروسس تضمن انه ما ياثرليش على المشروع او على حاجات ثانيه في المشروع ويلخبط لي الدنيا. فبعمل عمليه الكنترول سكوب. بعمل عمليه الكنترول سكوب. الكنترول سكوب بروجكت مانجمنت سوري كنترول سكوب عندي هنا الاوتبوتس المتوقعه ايه؟ ورك بيرفورمانس انفورميشن، اورجانيزيشنال بروسيس اسيتس ابديت. انا هنا هبتدي لاول مره اعمل ابديت في الاو بي اي، وتشينج ريكوستس، وبروجكت مانجمنت بلان ابديت، وبروجكت ديتمنت ابديت. يبقى هنا انا عندي ثلاثه ابديتس، واحده انفورميشن وواحده تشينج ريكوست. طيب الكنترول سكوب زي ما قلت لك انا هدفي ان انا ما اخليش اصلا يحصل انحرافات، يعني هدفي من البروسس دي، والبروسس دي مش شرط ان هي تتم بعد الفاليديت، دي ممكن تتم بالتوازي وممكن تتم اثناء ما انا شغال. فانا بقوم بالبروسس دي عشان ما اعملش الكلام. طيب وانا بقوم وارد ان يبقى في حاجات للاسف هتتغير. طب يحصل ايه؟ تشينج ريكوستس. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انا يبقى التشينج ده كنترول. في فرق ما بين ان يحصل تشينج غصب عني وانا مش عارف اتحكم فيه، وان يحصل تشينج وانا متحكم فيه. انا في النهايه عرفت ان في تشينج هيحصل وانا متحكم فيه. تمام؟ طيب. كمان بعمل ابديت في البروجكت مانجمنت بلان نتيجه الحاجات اللي ممكن اكون شفتها في السكوب. يعني مثلا ممكن وانا شغال انا اللي اقول ايه ان في تشينج هيحصل. يعني خلي بالكم يا جماعه، التشينج مش دايما حاجه وحشه. انا ممكن كبروجكت مانجر انا اللي اقول ان في تشينج هيحصل. ممكن التشينج ده يكون نتيجته ان اقول ببساطه انا كمدير مشروع في حاجه نسيت اقولها عليه، هنعمل تشينج وهتحمل المسؤوليه. ممكن التشينج ده يحصل ان في ستيك هولدر نسي يقول على حاجه، او ان هو قال على حاجه بس في حد ادانا معلومه غلط مشينا بيها فسببت ان احنا ما خدناش النتيجه اللي احنا عايزينها، وبالتالي هنعمل تشينج. ففي الحاله اللي زي دي انت في النهايه التشينج مش هتقدر تتجنبه، وارد. يعني مش المشروع الحلو اللي هو ما فيهاش فيه التشينج، لا، المشروع الحلو اللي لما يحصل فيه تشينج تبقى انت بتكنترول على التشينج ده. تمام؟ وبالتالي انت هيكون عندك تشينج ريكوستس، او وزي ما انا بقول دايما كل مره، مش معنى انا قلت الخمسه اوت بوتس دول ان انا لازم يبقى الخمسه اوت بوتس دول يطلعوا. انا بقول وارد ان يبقى فيه تشينج ريكوست، وارد ان يبقى فيه تشينج ريكوست. تمام؟ وورك بيرفورمانس انفورميشن نتيجه ان انا بالفعل خدت الورك بيرفورمانس داتا وبدات اشوف هي مطابقه ولا مش مطابقه، وبدات اطلع الانفورميشن اللي هي بتيجي نتيجه تحليل وداتا وان انا اخليها ليها دلاله. وطبعا عندي في الانبوتس في بروجكت مانجمنت بلان، في ريكوايرمنتس دوكيومنتيشن، لان مهم قوي ان انا اربط ما بين اللي بيحصل في السكوب وان هو محقق الريكوايرمنت اللي مطلوب ولا لا. انا قلت والله احد الريكوايرمنت ان يبقى مساحه الاوضه 16 متر، فانا خدت الريكوايرمنت ده وحولته لمجموعه اعمال للناس اللي بتبني وبتشتغل. فمجموعه الاعمال اللي انا عملتها دي وحولت لهم عليها، بعد ما عملوها اكتشفت ان مساحه الاوضه ما طلعتش 16 متر. اذا انا عندي سكوب اتعمل صح بس ريكوايرمنت غير مطابقه. طيب اتعمل صح بمعنى ايه؟
بمعنى ان الناس نفذت اللي احنا قلنا عليه، بس وارد ان اللي احنا قلنا عليه يكون اصلا مش صح. يعني الناس نفذت السكوب صح، السكوب نفسه مطابق للمخطط، لكن السكوب اللي اتحط في المخطط عشان يحقق الريكويرمنت دي هو اللي ما كانش صح. فبالتالي انا ساعتها محتاج ارجع اعمل تشينج. فمهم يكون عندي هنا requirements documentation و requirement traceability matrix و requirement traceability matrix و OPA اللي هي ال organizational process assets. طيب ايه التول اللي انا بستخدمها هنا؟ بستخدم ال variance analysis. ال variance analysis هي عباره عن تحليل التباين او تحليل الاختلاف. التحليل ده انت ممكن تقوم بيه بطريقه بسيطه، وممكن تقوم بيه بطريقه معقده، ممكن تستخدم معادلات، وممكن تستخدم عينيك، وممكن تستخدم مجرد المراجعه، ان انت ماسك هنا ماسك معاك الدوكيمنت اللي مكتوب فيها المتطلبات وعمال تبص. يعني مثلا انت دلوقتي ماسك الدوكيمنت بتاع مساحه الاوضه ورحت جاي وجايب حد يقيس الاوضه، طلعت المساحه مش 16 طلعت 15 ونص. فده فاريانس اناليسيس، انت بتعمل هنا تحليل للتباين ما بين اللي انت حاطه وما بين الريزلت اللي طلعت لك. خلاص؟ ممكن تعمل طريقه معقده جدا ومعادلات، وتبتدي تحط في المعادلات ديت معادلات الفارينس اللي اخذناها في الاحصاء والكلام ده كله. بس لكل مقام مقال، على حسب الحاجه اللي انت شغال فيها هتلاقي التول اللي تناسبها. ولكن هنتكلم على الفارينس اناليسيس ككونسبت. طيب في حاجه اسمها سكوب كريب، اللي هو ان السكوب يضرب منك، ان السكوب يخرج عن السيطره، ان السكوب تبص تلاقي في حاجات بتحصل انت مش عامل لها حساب، نتيجه ان ممكن يكون في عامل غير كف بيعمل حاجات غير اللي انت طالبها منه، ممكن يكون اللي بيشغله او الحاجات نفسها او في مشكله. يعني مثلا تخيل انك ممكن تكون عامل كل حاجه صح ما عدا الحته بتاعت الكوميونيكيشن، ان انت في مشكله في اللغه مثلا بينك وبين اللي بتقول له الكلام، النمبرز بتوصله غلط، هو بيتكلم هندي وانت بتتكلم عربي، فانت جيت تقول له 15 وصلت له 10 فهو عمل 10 فانت عايز 15. فببساطه حصل هنا سكوب كريب، بدا يحصل انحراف على اللي انت عايزه، عدم سيطره. تمام؟ فقال لك كنترول سكوب مونيتورز ذا ستاتس اوف ذا سكوب بروجكت اند برودكت اند مانجز تشينجز تو ذا سكوب بيس لاين. يعني ايه؟ لازم انت تفضل مسيطر على التغييرات. وزي ما قلنا مسيطر على التغييرات مش معناها ان مفيش تغييرات، مش معناها ما حصلش، بس ما يحصلش تغييرات مش انت عارف بيها ولا تحت سيطرتك، لازم يبقى كله انت عارف بيه تحت سيطرتك. طيب افرض ان حد بيغلط، ما انت ده شغله المونيتور، ان حضرتك دايما بتعمل مونيتور عشان تطمن ان حتى لو حصل تشينج او خطا ما يكبرش وتسيطر عليه بدري. قال لك تشينجز ار انفيتابل. انفيتابل يعني ايه؟ يعني غير قابلة للتجنب، يعني حضرتك مش هتقدر تمنع التغييرات، هتحصل بس you have to manage, you have to control all change requests and recommended corrective preventive action are processed through ICCB. ال ICCB دي يا جماعة عبارة عن process احنا هندرسها في الانتجريشن، اللي هي integrated change control process، انك بنبتدي نعلمك ازاي تعمل تشينج صح، ويبقى التشينج ده انتجريتد. يعني ايه انتجريتد؟ يعني بيحط في حساباته كل الامور اللي ممكن التشينجز دي ياثر فيها، وبالتالي بيعمل تشينج انتجريتد، يعني تشينج ما ياثرش على الباقيين، ولو هياثر بيبتدي ياخد في حساباته التاثيرات دي ويعمل ما يلزم في المشروع. تمام؟ طبعا انا مش هدخل اشرحها دلوقتي، بس هنشوفها ان شاء الله بعد كده. قال لك uncontrolled changes to scope are called scope creep. تمام؟ لأي تغييرات غير متحكم فيها وغير مسيطر عليها بيطلق عليها سكوب كريب. الفارينس اناليسيس زي ما انا شرحت لكم من شويه هو يعني مقارنه ما بين اللي انت كنت عايزه واللي انت بالفعل لقيته. فالموضوع انا قلت لكم عليه اصلا. هنا بنراجع مع بعض البروسيسز اللي موجوده في السكوب. بلان سكوب مانجمنت، كولكت ريكويرمنتس، ديفاين سكوب، كرييت دبليو بي اس. وانس ما احنا نفذنا الشغل بنبتدي نعمل فاليديت سكوب وكنترول سكوب. بنفكرك بان مطلوب مننا في السكوب نعمل ايه؟ all the work required and only the work required. all the work required and only the work required is included to complete project successfully. no more, no less. no more,
know this efforts guided by scope management plan. و انا كده خلصت. ثانك يو. و يعني الحمد لله خلصنا الساعه 10 بالظبط والدنيا تمام. انا دلوقتي هفتح ونفجروا في الاسئله مفيش مشكله، بس نفسي في طريقه ننظم بيها الدنيا عشان اعرف ارد على الكل. تمام؟ فيعني انا كان نفسي، فكرت في وقت من الاوقات ان احنا لو احنا مثلا كل واحد ليه رقم هنقول من 1 ل 50 يسال او من 50 ل 100 يسال، بس برضه لقيتها ان هي مش تبقى عمليه قوي. فانا هفتح دلوقتي الشات واتفضلوا. في ناس محضره لي اسئله اصلا وكاتبها وداست انتر اول ما فتحت. طيب انا هقفل اجاوب على الاسئله دي وبعدين ارجع اكمل. ماشي. في حد بيسال is the bill of quantities is WBS؟ لا طبعا مش WBS، BS. لان bill of quantities انت هنا بتتكلم في الماتيريال بس، فين الاعمال؟ انا بتكلم work breakdown structure، يعني مثلا ادهن الحيطه ده موجوده فين في bill of quantities؟ افرش الارض الاول مش عارف بماده كذا دي موجوده فين في بيل اوف كوانتيتي؟ بيل اوف كوانتيتي اللي هو البي بي او كيو. تمام؟ بتقول بس الكميات لكن ما بتقولش الاعمال وبتقول ازاي تعملها وترتيب الاعمال والدنيا دي كلها. احمد عبد الله بارك الله فيك يا باشمهندس. احمد توفيق نماذج. نماذج للحاجات دي ماشي. انا انت بس لو دخلت شفت والله الاسايمنت بتاعت البروجكت هتلاقي حضرتك نماذج وتمبلت في الحاجات دي. لسه شرح اسايمنت؟ حاضر هشرح اسايمنت. جزاك الله خير يا مهندس احمد، مجهود جبار. شكرا يا باشمهندس ايهاب. المحاضره النهارده منظمه جدا ورائعه، شكرا ليك يا فندم. طيب انا هفتح، انا هقول دلوقتي يا جماعه ايه اللي هيحصل في الاسايمنت. بصوا يا جماعه الاسايمنت دي مهمه جدا جدا، اي حد عايز يبقى مدير مشروع شاطر يعني ينسى اي حاجه ويسيب اي حاجه الا الاسايمنت اللي انا منزلها. هتفرق معاك جدا في فهم حاجات كتيره جدا، وهتفرق معاك كمان في قدرتك على استيعاب حاجات جديده هقولها وانا شغال طول الكورس طول الكورس. الاسايمنت دي مطلوب، انا حاطط لك كيس وبقول لك ومدي لك الكيس دي بطريقه كده معينه، انا قايل لك الكلام مقاله كده. مطلوب منك انك تعمل للحاجه اللي في الكيس دي للكيس دي بروجكت تشارتر. انا بقى مديك الستبس اللي المفروض تتبعها عشان تعمل بروجكت تشارتر، كاتبها اخ فاضل واحنا قايلين ان الاخ ده اللي عاملها، وانا جبت لك بس عجبني الكلام فجبته لك. كاتبين كمان، جايبين مثال لبرودكت شارتر كان معمول في احد المواقع. جايبين كمان تمبلت عربي تقدر حضرتك تستخدمه، جايبين كمان تمبلت انجلش تقدر حضرتك تستخدمه، وفي التمبلت العربي والانجلش في ديسكريبشن لكل ايتم من الايتمز الموجوده في الشارتر. حاجه كمان المفروض تعرفها، الشارتر ليه عناصر رئيسيه بس ممكن الكومبوننتس بتاعته تختلف من حاجه للثانيه، يعني مش شرط ان انت تقول لي طب انا في الانجليش لقيت كذا بس في العربي لا. خلاص انت شوف انت شايف ايه اللي المفروض يغطي الدنيا كويس واعمله. خلاص عايز تشتغل بالانجليش ماشي، عايز تشتغل بالعربي ماشي، بس انا شخصيا حاطط لك الكيس بالعربي، فهتلاقي سهوله اكتر في انك تشتغل على التمبلت العربي. وهيكون في تواصل لان انا عامل لك الموديل انسر بالعربي. خلاص طبعا احنا ممكن نمشي كله انجلش برضه ما عنديش مشكله، بس هي الفكره كلها انا ما هقدرش اعمل مجهودين، وبما ان الناس معظمها هيفضل ان احنا نشتغل الحاجه دي او يفهمها عشان يفهمها نشتغلها بالعربي، فانا عملت النص العربي، انا ما عنديش قدره ان انا اعمل نص انجليزي، يعني هتاخد مني وقت قريب. خلاص؟ فالاسايمنت مطلوب من حضرتك تطلع على الحاجات دي وتفهم اللي موجود فيها وتمسك الكيس تقراها كويس وتعمل البروجكت تشارت. لو هتستفسر عن حاجه ارجوك استفسر عن حاجه ريليتد بالموضوع نفسه بشكل عام، ما تجيش تسالني في حاجه في الكيس اعملها ازاي. حاجه تعملها ازاي؟ اعمل اجتهاداتك، اعمل شغلك، قدم التشارتر بتاعك، ان شاء الله هتعرف معايا الدنيا الصح ايه وشكلها ايه. خلاص انا كده اتكلمت عن الاساينمنت بشكل وافي. هفتح الشات لو مفيش اي حاجه قولوا لي عشان الساعه بقت 12 ونص وانا خايف اكون يعني مسبب لكم انتوا طول المده مسبب لكم اي حاجه. وكمان تمام وكمان خايف اكون برضو متاخر على المهندس احمد سامي. طيب طيب هنقفل.
مهندس احمد محمد يقول انا شايف ان معظم الاسئله بتسال على اساس ان مدير مشروع مقاول مع اني شايف ومش عارف الصح ولا غلط ان اداره المشروعات محطوطه للمالك او اي حد عايز يبدا انشاء مشروع تجاه المالك او ان المقاول يعتبر حاله خاصه، فيا ريت نبقى نطرح امثله على مالك. اوكي بص يا باشمهندس، عشان الحته دي برضه يمكن كان سالني فيها زميلي، اداره المشروعات او موضوع المشروعات محطوط على اساس ان في مؤسسه، المؤسسه دي عندها طبعا احنا قلنا ايه الحاجات اللي ممكن تسبب او تكون باعث على انك تعمل مشروع، قلنا ماركت ديماند، قلنا كاستمر ريكويست، قلنا حاجه في الاستراتيجي، فعادي او التفكير بتاع ان في مؤسسه، المؤسسه دي مش بتاعت كونستراكشن ولا حاجه خالص، مؤسسه نقول مثلا شركه سامسونج. شركه سامسونج لما حصل المشكله بتاعت الباتري اكيد 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 شكلت عملت بروجكت لعلاج المشكله. البروجكت ده كان ليه مانجر، والبروجكت ده اللي اتعمل في سامسونج اكيد في ليه سبونسر جوه سامسونج، وفي النهايه سامسونج كشركه منفذه عامله المشروع ده جوه عندها في الشركه. ده كده ستايل، ده ستايل موجود. في ستايل تاني ان انا في مكتب استشاري، في شركه مقاولات، وفي مالك. حلو، في اكتر من شكل. فالفكره بس كلها انا بتكلم على فكره المقاول والدنيا دي لان ده الاكثر انتشارا والاكثر شيوعا. بس المهندس عاطف بيقول بالتعريف اللي حضرتك قلته فغالبا ما فيش مشروع بتتعرض له بتعمل له دبليو بي اس، لكن فقط يكون جداول فنيه وجداول زمنيه ومواصفات منفصله. لا، في مشاريع بيتعمل لها دبليو بي اس طبعا، والدبليو بي اس هي اللي بيجي منها الجداول الزمنيه وجداول الكميات والمواصفات والكلام ده كله. التكسير، عمليه التكسير يا باشمهندس، عمليه التقسيم والدنيا دي كلها مهمه. انت في النهايه هتقسم، انت ممكن تكون نتيجه الخبره في الشغل بقت التقسيمات معروفه، فممكن تكون بتتجاوز الدبليو بي اس، بس لو داخل بروجكت جديد من نوعه مستحيل تستغنى عن الدبليو بي اس. طيب افضل طريقه لتحقيق الاستفاده من المحاضرات احيانا اشهر بصعوبه. بص يا باشمهندس هشام، كل واحد عنده قدرة استيعاب. ممكن واحد يستوعب بسرعة، واحد يستوعب ببطء، وهكذا. أنا واحد من الناس الحاجة بتثبت في دماغي لما بقراها مرة واثنين، لما بشوفها مرة واثنين وهكذا. فحضرتك ممكن تتابع معايا المحاضرة لايف، وتدي لنفسك برضو فرصة إنك تسمعها مرة تانية على اليوتيوب أو وات إيفر على المنتدى. مجرد سماعك المحاضرة مرة تانية هيفرق معاك كتير جدا في استيعاب حاجات أنت ما كنتش بتستيعبها. حاجه كمان، يعني انا من الناس اللي ما بحبش ادوس على حاجه واعدي على حاجه كده وخلاص، من النوع اللي بشرح بنوع من انواع يعني اتاكد ان انت بتفهم، واعتقد الحمد لله الناس وصل لها ده كويس. يعني الناس يعني انا دخلت جري ورا بعضه وما كانش في فرصه تسالني ولا توقفني ولا الكلام ده كله، بس انا كنت بسال الاسئله اللي انت ممكن وبفسر الاجزاء اللي انت ممكن تقع فيها. فان شاء الله الشرح نفسه كشرح تقدر تستفيد منه، بس ممكن يكون معدل الاستيعاب بيختلف من واحد للتاني، فحضرتك ممكن تشوف المحاضره مره واثنين، ولو تطلب الامر تشوفها ثلاث مرات. مهندس رضا جزاكم الله خيرا، ممكن نراجع سريع في بدايه المحاضره القادمه. اكون واقعي معاك اخري في المحاضره الجايه احل معاك الاسئله بتاعت الكويز. تمام؟ عشان بس الدنيا تبقى كبير يعني، لكن مراجعه يعني احنا معانا، احنا مضغوطين في الوقت شويه يا جماعه. معلش فخلينا ننجز، وبعدين اي حد وقع منه اي حاجه نبقى نعمل. هنفتح مره ثانيه لو في بقى ما فيش اسئله جات لي المره دي كده هندخل المنطقه. طيب انا فتحت الشات والحمد لله ما فيش اسئله، فواضح ان الناس الحمد لله تمام والدنيا مظبوطه وما فيش اي مشكله. طيب خلاص، انا والله انا مرهق انا كمان والله يا باشمهندس محمد، انا بس قاعد عشان خاطركم. الف شكر ليك يا باشمهندس احمد صبحي، شكرا، تصبح على خير يا باشمهندس محمود، شكرا جزيلا. طيب يا جماعه، تحياتي ليكم وتصبحوا على خير، ومعاكم المهندس احمد سمير.